مساء الفل على كل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان، وحلقه جديده من كلام في الميديا. النهارده باذن الله حلقه هتكون مهمه جدا جدا، لان عندنا اخبار كتير قوي، مش بس اخبار عن منتخب مصر اللي اكيد الفتره دي اخباره مهمه جدا، لكن في المقابل ايضا عندنا اخبار مهمه للغايه مع او عن النادي الاهلي بالتحديد، وخصوصا بعد ما الفريق استأنف تدريباته بالأمس بعد فترة كبيرة جدا من الراحة بسبب مشاركة المنتخب الوطني في بطولة الأمم الأفريقية. بالتالي النهاردة حلقة هتكون مهمة قوي. الضيف النهاردة معنا في الحلقة هيكون في الجزء الثاني الأستاذ محمد قطب، الناقد الرياضي بأخبار الرياضة. هنتكلم بشكل مفصل عن كل الأخبار الموجودة على الساحة الرياضية المصرية. كمان سؤال مهم قوي، مستنيين تفاعل حضراتكم معانا على صفحات قناه الاهلي المختلفه، تويتر، فيسبوك، انستغرام، وهو بخصوص هل تتوقع حدوث اي تغييرات في تشكيل منتخب مصر في مباراه الكونغو المقبله ولا لا؟ رؤيتكم ايه وتوقعاتكم ايه؟ هنشوفها مع بعض خلال تفاعلكم على مدار الحلقه بالكامل. قبل ما نتكلم بتفاصيل اكتر خلينا نروح نشوف اهم العناوين. يلا بينا. صحف العالم تواصل إشاداتها بمصر بعد الافتتاح المبهر لكأس الأمم. المنتخب يواصل تدريباته استعدادا للكونغو. أحمد حجازي جاهز لمباراة الكونغو. الجزائر تتطلع لبداية جيدة أمام كينيا في المجموعة الثالثة. الأهلي واصل تدريباته على ملعب التتش. سعد ونيدفيد يعودان من ألمانيا خلال أسبوعين. شريف إكرامي يظهر اليوم في تدريبات الفريق بعد عودته من ألمانيا. كلام كتير هيكون معانا على مدار الحلقه، لكن مهم قوي قوي ان احنا نبتدي باخبار النادي الاهلي. الفتره اللي فاتت او كام يوم اللي فاتوا ما كناش بنشوف اخبار كتير للنادي الاهلي، وده خصوصا بسبب اهتمام كل الصحف والمواقع ببطوله الامم الافريقيه، لكن احنا دايما بنهتم بنادينا العظيم النادي الاهلي وكل استعداداته للفتره الهامه جدا المقبله. واستعدادات في الحقيقه غايه في الاهميه بسبب موسم جديد ان شاء الله هيبقى مليء بالتحديات الهامه جدا بالنسبه للنادي الاهلي. كمان هي فتره تحضيريه بالنسبه للفريق استعدادا للموسم الجديد، بعدها مباشره هيكون في المعسكر الخارجي في اسبانيا واللي هيبتدي بالظبط يوم 2 يوليو المقبل، وهيستمر لمده 12 يوم هناك في اسبانيا، وان شاء الله باذن الله هيكون معسكر مهم وجيد جدا بالنسبه للاعبين، يؤهلهم ويعدهم بشكل مناسب للموسم الجديد، هذا الموسم المرتقب بكل تأكيد بالنسبة لكل جماهير النادي الأهلي. في البداية عايزين نقول لحضراتكم البرنامج الخاص بفريق النادي الأهلي خلال الفترة الحالية. الفريق استأنف امبارح تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، ودي كانت أول تدريبات بالنسبة للنادي الأهلي بعد فترة من الراحة. اللاعبين خدوا أجازة، أعتقد أجازة كانت كافية بالنسبة لهم جدا إن هم يقدروا يعني يكون عندهم دافع جديد لممارسة كرة القدم وياخدوا قسط رائع من الراحة قبل العودة للتدريبات. بالتالي كان أول تدريب بالنسبة للفريق بالأمس. التدريبات المستمرة على مدار اليوم وحتى يوم الأربع اللي جاي عبارة عن تدريبات مسائية فقط بالنسبة للنادي الأهلي. بداية من يوم الخميس هيكون في تدريبين، تدريب صباحي وتدريب مسائي، على أن يكون يوم الجمعة القادم أجازة بالنسبة لفريق النادي الأهلي. بعدها إن شاء الله الفريق استأنف تدريباته مرة أخرى حتى موعد السفر للمعسكر الخارجي، واللي أنا قلت لحضراتكم هيكون في يوم 2 يوليو المقبل. فبالتالي ان شاء الله نتمنى ان هي باذن الله تكون استعدادات مناسبه جدا للنادي الاهلي خلال الفتره الحاليه. من ضمن الاخبار المهمه للنادي الاهلي، سعد سمير وكريم نيدفيد هيعودوا للقاهره بعد اسبوعين ان شاء الله من دلوقتي، واحنا عارفين ان هم عندهم اصابات مختلفه. سعد سمير كان عنده جزع في الرباط الداخلي والخارجي للركبه وقطع جزئي في الرباط الصليبي الخلفي، في المقابل كريم نيدفيد كان اجرى جراحه غضروف الركبه، فبالتالي بيعملوا بعض التدريبات العلاجيه والتاهيليه هناك في المانيا بالتنسيق طبعا مع الجهاز الطبي في النادي الاهلي والدكتور والطبيب الالماني المختص بحاله اللاعبين، سواء سعد سمير او كريم نيدفيد هم احد اللاعبين المميزين جدا في صفوف النادي الاهلي. نتمنى لهم كل السلامه وكل التوفيق في العوده سريعا للتدريبات الجماعيه مع النادي الاهلي. في المقابل
حسين الشحات. حسين الشحات كان متواجد امبارح في مقر النادي الاهلي بالجزيره وما شاركش في التدريبات الجماعيه بشكل طبيعي، وده بسبب ان هو عنده برد، فبالتالي حسين الشحات يعني عمل بعض التدريبات في صاله الجيم في النادي الاهلي، وان شاء الله خلال ايام قليله جدا هيشارك في التدريبات الجماعيه بشكل جيد جدا ان شاء الله بعد ما يشفى تماما من نزله البرد اللي لحقت به مؤخرا. بالنسبه ايضا لمؤمن زكريا، مؤمن زكريا امبارح شارك في التدريبات بشكل طبيعي، لكن خلال المران تعرض لالتواء خفيف في الركبه، فبالتالي هيتم فحص اللاعب طبيا خلال التدريبات النهارده. التدريب بالتحديد زمانه ابتدى الساعه 6 مساء، يعني حوالي من 5-6 دقائق بالظبط، وبالتالي هيتم فحص حاله مؤمن زكريا، وبناء عليه هيتم تحديد الفتره، هل هو هيحتاج اصلا فتره للراحه، هل الامور هتبقى ماشيه معاه ازاي، لكن ان شاء الله باذن الله يكون التواء خفيف بالنسبه لمؤمن زكريا في الركبه، وان شاء الله يشارك في التدريبات بشكل طبيعي. شريف اكرامي بيظهر كمان في تدريبات الاهلي اليوم، واحنا عارفين كلنا ان شريف اكرامي خلال الفتره اللي فاتت كان بيعمل جراحه كده خفيفه في المانيا، وهي كانت خاصه بازاله بعض العظام الزائدة في الركبة بالنسبة للاعب. خلاص عاد امبارح شريف إكرامي، وإن شاء الله يشارك في التدريبات النهاردة. طبعا عشان نعرف آخر الأخبار وكل الكواليس الخاصة بفريق النادي الأهلي خلال التدريبات، خلينا نروح لزميلنا العزيز كريم أحمد مراسل قناة الأهلي. يا كيمو مساء الفل عليك. مساء الفل عليك زميلي أمير، برحب بيك وبرحب بكل السادة المشاهدين وكل مشاهدين متابعي قناة الأهلي. طمنا كريم على استعدادات النادي الاهلي واستئنافه لهذه الاستعدادات للموسم الجديد، الكواليس كلها ماشيه ازاي، التدريبات عباره عن ايه، انت اللي متابع قول لنا كل الامور اخبارها ايه في النادي. بالتاكيد يا امير، بالفعل يمكن بدا النادي الاهلي او استعاد من جديد او استعد من جديد للموسم الجديد، وايضا كمان تكمله الموسم اللي احنا لسه ما انتهاش حتى هذه اللحظه، موسم 2018 2019. استعدادات اكيد بالنسبه للنادي الاهلي على ملعب مختار السيتش، استعدادات كلها تدريبات بدنيه، مفيش حمل تدريبي طبعا يقدر ان هو مستر مارتن او الجهاز الفني يرفع الحمل التدريبي دلوقتي، نظرا لاستغلال المعسكر، معسكر فريق النادي الاهلي في اسبانيا ليه حسابات خاصه. الكابتن سيد زي ما انت عارف طبعا مع امير توفيق كانوا متواجدين لمعاينه المعسكر والماتشات الوديه والترتيب للاستفاده بشكل كبير جدا. المعسكر ده هيتبني عليه حاجات كتير جدا زميلي امير، هيتبني عليه الموسم الجديد، هيتبني عليه ثلاث مباريات، مباراه في الكاس ومباراه المقاولون ومباراه الزمالك، فمحتاجين تركيز كبير جدا وان احنا نستفيد بيه كل يوم وكل ساعه في هذا المعسكر، وده اللي بيتم بالفعل من الجهاز الفني. لو بكلمك كمان على التدريبات حتى دي اللحظه، يمكن مستمرت المجتمع بالجهاز الفني، كابتن يوسف، كابتن سامي، كابتن طارق، كابتن سيد، وبيتكلموا طبعا على النهارده الجرعه التدريبيه هتكون ايه. من الواضح ان هي يعني فيها بعض الحمل التدريبي البسيط، فيها بعض تدريبات الكره، مخطط مستر الكسندرو مخطط الاحمال لبعض الفقرات التدريبيه بالكره، فيها حمل تدريبي لكن يعني مش هيبقى حمل تدريبي كبير. عايز اكد لك كمان النهارده يمكن كان في غياب ليه امس بالنسبه للاعبين، يعني مش شفناش وليد ازارو بالنسبه للتدريب الاول امس، علي معلول، جونيور عجيه، احمد فتحي، لكن من الواضح ان احمد فتحي بالفعل النهارده يظهر في اليوم الاول لتدريبات فريق النادي الاهلي، متواجد احمد فتحي على دكه البدلاء في ملعب مختار بيتش. لكن بشكل عام امير لسه خلاص، يعني لسه يمكن بكره او بعده التدريبات مستمره لغايه يوم الاربعاء في تمام الساعه 6 مساء، كل الايام اللي جايه ابتداء من اليوم حتى يوم الاربعاء الساعه 6، لكن يوم الخميس يعني لما اتاكدنا طبعا من كابتن سيد هيكون في تدريب مسائي وصباحي، تدريب الساعه 9 صباحا يوم الخميس، وايضا تدريب 6 مساء. يوم الجمعه هيكون راحه لفريق النادي الاهلي على ان يعود من جديد يوم السبت، لكن لسه تحديده هيكون صباحي او مسائي، لسه الامر ده طبعا هيترك او هيحدد يوم الجمعه. لكن بشكل عام كل متواجد، كل لعيبه النادي الاهلي تعلم اكيد اهميه هذه المرحله، مرحله الاعداد، مرحله الموسم الجديد، مرحله كمان ان يكون في يمكن الفتره اللي جايه يكون فيها تركيز كبير جدا من لعيبه النادي الاهلي، يحافظوا على نفسهم من الاصابات. لعيبتنا باذن الله لعيبه المنتخب ان شاء الله تعود لنا بعد البطوله، ان شاء الله تكون مصر متواجده بهذه البطوله، يكونوا محافظين على نفسهم للانضمام مع كتيبه النادي الاهلي في مشوار البطوله الافريقيه وبطوله الدوري العام وايضا كمان بطوله الكاس. طيب كريم، عايز اسالك موقف المعارين، هل في حد من لعيبه النادي الاهلي اللي كانوا معارين لبعض الانديه مع انتهاء الموسم، خلاص الموسم بالنسبه لهم انتهى، او بعضهم الموسم بالنسبه لهم انتهى، هل انضموا خلاص للتدريبات مع النادي الاهلي بدايه من امس؟ لا يا امير، يمكن حتى النهارده لسه ما شفناش حد من كل لعيبه المعاره اللي كانت متواجده في الموسم الحالي حتى هذه اللحظه متواجدين النهارده في التدريبات او امس في التدريبات، لكن من الواضح ممكن خلال الايام القادمه يكون
بالتوالي طبعا ممكن يكون في اي من اللعيبه يظهروا مع تدريبات النادي الاهلي، لكن كمان مؤكد على نقطه، من الواضح ان في عدد كبير من اللاعبين الشباب متواجدين مع فريق النادي الاهلي، في عجز طبعا في العدد بالنسبه للتدريبات والجرعات التدريبيه، فبنشوف اكثر من لاعب بيصعد من قطاع الناشئين بتواجد مع النادي الاهلي، سواء لاكتساب الخبره او ان هم كمان يكونوا زي ما بقول لك في العدد في التدريبات يكون في زياده عدديه وفره العدديه عشان مستر مارتن والجهاز الفني يبقى الجرعه التدريبيه السليمه يستفيد منها كل لعيبه النادي الاهلي. شريف اكرامي اخباره ايه؟ متواجد في التتش ولا لسه الامور بالنسبه له بسبب الجراحه الاخيره ممكن ما يشاركش في التدريبات النهارده؟ معلوماتنا عن شريف اكرامي ان هو وصل بالفعل وبالتاكيد ان شاء الله يكون متواجد في التدريب اليوم، لكن ممكن يبقى موجود في الجيم، هو ما ظهرش امير دلوقتي على الملعب او متواجد على دكه البدلاء او مع اللعيبه، لكن من المتاكد يعني مؤكد يعني ان شاء الله النهارده يكون شريف متواجد، نطمن عليه كمان من طبيب النادي الاهلي جرعته ان شاء الله التدريبيه الفتره القادمه والطبيه تبقى عامله ازاي، ونطمن كمان كل جمهور النادي الاهلي عليه. بشكرك يا كريم، شكرا جزيلا زميلنا العزيز وصديقنا العزيز كريم احمد، مداخله كانت مهمه جدا وقال لنا كل التفاصيل والكواليس الخاصه باخبار النادي الاهلي خلال سواء الامس او النهارده وبدايه الاستعدادات للموسم الجديد بالنسبه للنادي الاهلي، فبالتالي بنشكر كريم شكرا جزيلا. طيب ده كان فيما يتعلق بالنادي الاهلي واخر الاخبار، واكيد ان شاء الله النادي الاهلي يكون موفق خلال المرحله الهامه المقبله على جميع الاصعده بشكل كامل. منتخب مصر، كلام كتير في الحقيقه عن منتخب مصر خلال اللحظات الاخيره وخلال الساعات الاخيره. الاهم في الحقيقه ان المنتخب يستعد بشكل قوي جدا لمباراه الكونغو، خصوصا ان احنا شفنا المجموعه شكلها عامل ازاي بعد ما كسبت زيمبابوي بصعوبه كبيره جدا، كمان مباراه اوغندا والكونغو كانت مباراه رائعه، وفي الحقيقه اوغندا عملوا مباراه جيده جدا جدا من حيث الاداء ومن حيث النتيجه، بادين بطوله بشكل كويس، ما حدش كان يتوقع ان اوغندا تكون بالمنظر ده، لكن الواضح ان هم مستعدين بشكل قوي جدا وبقالهم اكثر من سنه بيستعدوا وبيكونوا منتخب قوي، في الحقيقه نجحوا بكده، وكمان اللي ساعدهم على كده ان هم معاهم مدير فني محترم قوي باستيان دي سابر، المدير الفني الفرنسي لاوغندا، ولو حضراتكم تتذكروا كلكم كان مدير فني الاسماعيلي فتره من الفترات وكان ماشي معاهم بشكل جيد جدا، بالتالي منتخب اوغندا قوي، في المقابل منتخب الكونغو مش هيسكت، منتخب الكونغو كده لو كسب مباراه مصر اللي جايه هتبقى الامور بالنسبه له خلاص يعني بتنتهي اماله في الصعود للادوار المقبله. فبالتالي من هنا جايه صعوبه مباراه الكونغو، بالتالي النادي الاهلي او عفوا طبعا منتخب مصر هيكون مركز بشكل كبير جدا في هذه المباراه، ونتمنى ان الجهاز الفني واللاعبين يكونوا على قد الثقه اللي وضعها ليهم النادي او وضعها ليهم طبعا كل الجمهور الكره المصريه بشكل عام، وخصوصا في ظل الاقاويل والكلام الكتير اللي بيتقال خلال اللحظات الماضيه، وبالتحديد كده بصراحه يعني فيما يتعلق بعمرو ورده والكلام اللي خرج به واللي الناس كلها تابعته على السوشيال ميديا، ويعني المحادثه اللي كانت ما بينه وما بين احدى عارضات الازياء المصريه، ومش وقته في الحقيقه خالص خالص، مش وقته في الحقيقه ورده اللي حصل ده، يعني ورده لعيب كبير جدا جدا مشكلته بس هنا، لكن نقدر نقاومه، مهم قوي ان الجهاز الفني منتخب مصر يتكلم مع اللاعب ومع اللاعبين كلهم ان التركيز بس يبقى منصب فقط على الفتره الحاليه وعلى كيفيه ان المنتخب باذن الله يحقق الهدف المطلوب وهو حصد اللقب. مش عايزين نتكلم في الموضوع ده كتير، لكن مشكله وحصلت او ازمه وحصلت وعدت ومش كبيره قوي في الحقيقه برضه، ازمه مش ضخمه قوي، مش عايزين نضخم الامور، مش عايزين نشتت اذهان اللاعبين خلال الفتره الحاليه، وخصوصا ان البطوله صعبه قوي بصراحه، بطوله قويه جدا وبقى المباريات المنتخبات كلها منتخبات رائعه جدا جدا. فبالتالي نتمنى ان كل هذه الازمات الصغيره تعدي سريعا وما يبقاش ما نقفش عندها كتير، ونآزر كل اللاعبين ونآزر الجهاز الفني ونكون في ظهرهم ان شاء الله باذن الله ويحققوا الهدف المرجو والمطلوب. الاصداء طبعا عن الافتتاح لسه مستمره، لو حضراتكم متابعين كل الصحف والمواقع العالميه واشادتهم وانبهارهم بحفل الافتتاح الخاص بكاس الامم الافريقيه في مصر، وفي الحقيقه الواحد كان فخور جدا والناس كلها كانت فخوره جدا، المصريين بالتحديد والعرب كلهم كمان، لان مصر في الحقيقه عملت حفل افتتاح رائع جدا، وكانت الاستعدادات باينه قبل البطوله وقبل حفل الافتتاح، وشفنا يوم رائع جدا، فبرضه لازم ننوه على الحته دي ان في ردود افعال رائعه جدا جدا بالنسبه للعالم اجمع بخصوص
حفل افتتاح بطولة الأمم الأفريقية في مصر، وكمان بخصوص المظهر الرائع والتنظيم الأكثر من رائع. احنا امبارح شكرنا كل المسؤولين وكل كبير وصغير كان مسؤولا عن هذا التنظيم وعن إخراج هذا الحفل وهذا اليوم بشكل كامل بالمظهر الرائع اللي احنا شفناه في الحقيقة. لكن الجزئية الأهم بقى واللي احنا كنا محرومين منها جدا جدا، مش عارف ليه، انا مش لاقي سبب، هو هي جزئيه الملاعب وارضيه الملاعب. شفنا استاد القاهره اول امبارح مباراه مصر وزيمبابوي، وشفنا امبارح طبعا مباراه اوغندا والكونغو، الارضيه رائعه جدا جدا، ما شفناش الارضيه بالمنظر ده. سيبك بقى من استاد القاهره، اهتمام طبعا كان باستاد القاهره كبير جدا، لكن امبارح كمان في مباراه مجموعه الاسكندريه، استاد الاسكندريه بيظهر بمظهر جيد قوي والارضيه اكثر من رائعه، واحد ما كانش متوقع او ما كانش مصدق ان ممكن نشوف ارضيه الملاعب في مصر بالمظهر ده. كمان مش استاد اسكندريه بس، استاد السلام واللي عليه مباراه المغرب بالمناسبه اللي بيلعب دلوقتي مع ناميبيا، والنتيجه حتى الان 0-0 ناقص تعديه يا جماعه. 4 دقائق والمباراه تنتهي، وهتبقى مفاجاه من ضمن المفاجات ان المنتخب المغربي يتعادل في اولى مبارياته في البطوله. لكن المهم فيما يتعلق بالملاعب، ملعب استاد السلام رائع جدا جدا جدا، عكس ما كنا كلنا بنتابع ونشوف الملعب وكانت ارضيه الملعب سيئه للغايه. كمان هنشوف النهارده الدفاع الجوي، استاد الدفاع الجوي، استاد ايضا رائع جدا، وهنشوف ارضيه اكثر من رائعه. الاهم ان يكون في استمراريه على هذا المستوى بالتحديد فيما يتعلق بارضيه الملاعب والنجيل الخاص بكل الملاعب المصريه. نفسنا زي ما بنشوف في بطوله الامم الافريقيه كده نشوف في بطوله الدوري كده والبطولات المحليه. يا ريت يا ريت نحافظ على الملاعب ونهتم بيها وبصيانتها بشكل كبير قوي، عشان حرام بصراحه يعني احنا ليه ما نتمتعش بالمباريات بشكل عام المحليه بملاعب او على ملاعب بالمظهر ده؟ ليه لازم نستنى بطوله الامم الافريقيه ننظمها؟ لو تفتكروا في 2006 على فكره الملاعب ما كانتش بنفس الجوده اللي كانت دلوقتي، بس كان على الاقل اتحسنت. فليه بنحرم نفسنا من الجزئيه دي بالتحديد؟ يا ريت نفضل مهتمين بالملاعب ونفضل مهتمين بكل ما يخص الملاعب، سواء المدرجات، كل حاجه، كل حاجه تؤدي في النهايه ان احنا نشوف مباريات جيده فنيا ومتعه كمان بالنسبه لجماهير الكره المصريه. وطبيعي جدا الاصابات اكيد هتقل بشكل كبير قوي من خلال طبعا اهتمام بارضيه الملعب. وانا بكلمكم دلوقتي المغرب قدرت ان هي تحرز هدف التقدم، وقبل دقيقتين بالظبط من انتهاء المباراه المغرب بتتقدم في الدقيقه 89 على منتخب نيجيريا، وفوز اكيد مهم جدا للمغاربه، واكيد بنبارك لهم ان شاء الله مقدمه المباراه تخلص كده. واشقائنا كل شمال افريقيا احنا يعني بنحبهم واشقائنا، واكيد نتمنى لهم كل التوفيق فيما عدا مواجهتهم لمصر بكل تاكيد يعني. فبالتالي هدف مهم في هذه اللحظات للمنتخب المغربي، والمباراه اوشكت على النهايه. كل التوفيق ان شاء الله لكل المنتخبات بشكل عام، الاهم توفيق لمنتخب مصر، واهم حاجه التركيز الفتره دي، ركز في اللي جاي وانسى خلاص مباراه زيمبابوي، انسى اي كواليس او اي احداث او اي ازمات حصلت خلال الساعات السابقه، وركز في مباراه الكونغو. لازم تكسب الكونغو، مش هتنزل مستسلمه، الكونغو برضو هي كمان لازم تكسب عشان يبقى عندها امال في الصعود. فانت خلص الماتش بدري بدري، مش مهم تخلص بدري بدري، المهم ان احنا نكسب، اداء يبقى كويس، يا ريت مش مهم الاداء يبقى كويس، المهم ان احنا نكسب باذن الله. باذن الله المنتخب يكون قادر على التاهل ويبقى اول المتاهلين بعد الفوز على الكونغو ان شاء الله. المباراه هتكون يوم الاربعاء اللي جاي زي ما انتم عارفين طبعا في استاد القاهره الدولي، وهيكون في تمام الساعه 10 مساء. كل التوفيق لمنتخب مصر، جهاز فني ولاعبين ومسؤولين بشكل عام. نروح نشوف اخبار الكامب في الصحف، يلا بينا. الاخبار المسائي بشبابها تحيا مصر، الرئيس فخور بالنموذج المحترم لشباب الوطن، ورئيس الفيفا أشكر السيسي وحضارة مصر ملهمة للشعوب. الأخبار كوبر هبط على المنتخب بالباراشوت، شوت مكسيكي حلو وشوت أرجنتيني مر. اليوم السابع أجيري يهدد المقصرين في المنتخب بعد الفوز الصعب على زيمبابوي. الدستور أجيري راضي عن الفوز رغم الأداء، والأهم الثلاث نقاط، المنتخب يبدأ استعداداته للمهمة 2، وأحمد حجازي يلعب بواقي وجه. الأهرام
مصر تستعد لمواجهة منتخب الكونغو السريع. المدير الفني كنا الأفضل أمام زيمبابوي وتراجع المستوى بسبب الضغط والإرهاق. الجمهورية: الفراعنة قادمون، المحاربون فريق شرس، والفوز في الافتتاح مكسب كبير، التعديل واجب أمام الكونغو والتركيز مطلوب. الأخبار المسائي: تحسين الأداء، المنتخب يبدأ الاستعداد للكونغو بعد الترفيه وشرح السلبيات. المساء: أهالي نجوم الفراعنة في معسكر المنتخب، أجيري سمح بالزيارة لمدة ساعتين قبل العودة للتدريبات. الأخبار: أوغندا تهزم الكونغو بهدفين وتتصدر مجموعتنا. طيب، اخبار كتير طبعا متعلقه بالكان في صحف المصريه النهارده. خلينا نبتدي بخبر مهم من جريده الاخبار، واللي بتقول ان مستر هيكتور كوبر هبط بالباراشوت على اداء المنتخب من الشوط الاول في مباراه زيمبابوي، كان شوط مكسيكي والشوط الثاني كان شوط ارجنتيني. هما بيتكلموا طبعا يعني ايه مجازا كده، وان الشوط الثاني بالتحديد كان شوط سيء جدا منتخب مصر، وشفنا جانب دفاعي كبير وتأمين من قبل مستر اجيري بنزول دونجا وكل هذه الامور، فبالتالي بينتقدوا اداء المنتخب في الشوط الثاني. في المقابل الشوط الاول شايفينه كشوط مكسيكي على حد وصفهم بسبب طبعا تواجد مستر اجيري والاسلوب اللعب اللي شفناه في الشوط الاول، وفي الحقيقه المنتخب ضيع اهداف كتير في الشوط الاول. لكن في المجمل المنتخب حقق الثلاث نقاط وده الاهم، وحمى البدايه مهم ان انت جدا تتخطاها، وزي ما بنشوف بعض المنتخبات في البدايه بتبقى صعبه. امبارح نيجيريا كسبت بصعوبه بالغه منتخب بروندي في اخر ربع ساعه تقريبا جابوا هدف. النهارده كمان المغرب هي حتى هذه اللحظات بتتقدم في الدقيقه 89 على ناميبيا، وكمان المباراه خلاص انتهت رسميا، وهدف عكسي من المنتخب الناميبي. فبالتالي البدايات دايما بتبقى صعبه لمختلف المنتخبات، بالتحديد المنتخبات المرشحه. فبالتالي مش مهم ان بدايتك تكون صعبه، المهم ان انت تواصل المشوار بشكل جيد. لكن طبيعي ان انت يكون في سلبيات، والصحف المصريه كلها تتكلم عن هذه السلبيات حرصا منها على علاجها وتوجيه المنتخب. وهم اكيد الناس في المنتخب فاهمين كويس جدا دورهم، وفاهمين كويس جدا الاخطاء والسلبيات الموجوده في منتخب مصر، والايجابيات كمان الموجوده اللي لازم ان انت تكمل عليها، ولازم ان انت تزود منها خلال المباريات اللي جايه. ده شيء هيكون مهم جدا لمنتخب مصر في مشواره في بطوله الامم الافريقيه. اليوم السابع، واجيري بيهدد المقصرين في منتخب بعد الفوز الصعب على زيمبابوي، وكلام اكيد كتير على مستر اجيري وان هو شاف بعض اللاعبين مش بالمستوى المطلوب خلال مباراة زيمبابوي، وما كناش متوقعين بداية تكون صعبة للدرجة دي. لكن أكيد مستر أجيري كان ليه كلام مهم جدا مع اللاعبين، وحثهم على ضرورة تحسين هذا الأداء وضرورة المنتخب بإذن الله يظهر بالشكل الأفضل من كده بكتير خلال المباراة المقبلة أمام الكونغو. في نفس السياق الدستور بتتكلم على أن مستر أجيري راضي نسبيا عن الأداء، وكمان بتتكلم على أن الأهم الثلاث نقاط، وان احمد حجازي هيلعب المباراه المقبله واستعدت كمان لمباراه الكونغو. مهم جدا ان احمد حجازي ان شاء الله يكون متواجد، وهو هيكون متواجد في المباراه اللي جايه. الاخبار المسائي بتتكلم على تحسن الاداء في او تحسين الاداء، ده مطلب اساسي بالنسبه لكل الجماهير المصريه، وان المنتخب بيبدا استعداد للكونغو بعد الترفيه. ترفيه قصدهم ايه؟ ان كان في امبارح تدريبات استشفائيه للاعبي المنتخب، بالتحديد اللاعبين اللي شاركوا بشكل اساسي، وبعد كده كان اليوم جوله ترفيهيه كده في مقر الاقامه، وبعد كده النهارده ان شاء الله يستأنفوا تدريباتهم بشكل طبيعي جدا في استاد الكليه الحربيه مساء. وكان في محاضرات مهمه جدا من مستر اجيري للاعبين، وشرح كل السلبيات وكل الامور اللي ادت للظهور بهذا المستوى السيء بالنسبه لمنتخب مصر في المباراه الاولى، والتركيز على كيفية تخطي هذه السلبيات وكيفية معالجتها من قبل الجهاز الفني ومن قبل اللاعبين بالتحديد، وكمان تنفيذ بعض الأمور التكتيكية في أرض الملعب، وده أكيد شيء مهم، وأكيد بيعكف الجهاز الفني ككل بقيادة مستر أجيري على الظهور دايما بأحسن مظهر، وعلى أهمية إن شاء الله نحقق الانتصارات في كل المباريات
اللي جايه. المسا بتقول خبر بالنسبه لي انا شايفه غريب شويه في الحقيقه، ان اهالي نجوم الفراعنه في معسكر المنتخب واجيري سمح بالزياره لمده ساعتين. مش شايف ان في اي ضروره يعني ان الاهالي يكونوا متواجدين، البطوله في مصر يا جماعه، واللاعبين كان مع اهاليهم قبل المعسكر باسبوع تقريبا، لازم يكون في تركيز وقفل على المعسكر بشكل اكبر من كده. ويعني اعتقد الزياره دي لو الخبر صحيح يعني مش وقتها خالص، انت خلصت المباراه الاولى ولسه في بدايه البطوله، ولازم ان انت تركز في كل يوم انت متواجد فيه وبتخوض فيه هذه البطوله. الاخبار طبعا بتتطرق لمباراه اوغندا والكونغو، وان اوغندا كسبت الكونغو بنتيجه 2-0 وبتتصدر كمان المجموعه بفارق الاهداف طبعا من بلس هدفين لاوغندا، مصر هدف واحد، فبالتالي بتتصدر المجموعه. لكن لسه المجموعه او مباراه المجموعه ما خلصتش، المباراه الجايه ان شاء الله منتخب مصر مع الكونغو، في المقابل اوغندا هتلعب زيمبابوي، ولسه في مباراه اخيره ما بين مصر واوغندا والكونغو وزيمبابوي، والمباراه دي هي اللي هتحسم شكل المجموعه باذن الله. باذن الله مصر تتخطى هذا الدور، وطبيعي ان شاء الله ان هي تتخطى يعني كاول مجموعه، وده مهم قوي عشان تلعب في ملعبك دايما في المباريات المقبله. طيب اخبار الكان في المواقع ايه؟ خلينا نروح نشوف، يلا بينا. سوبر كوره، أجيري يستعد لمواجهه الكونغو بتعليمات خاصه لسعيد وتريزيجيه. صدى البلد بعد اصابته بكسر في الانف، منتخب مصر يحسم موقف حجازي من مباراه الكونغو. جول، مدير منتخب مصر عن واقعه التحرش، ليست شائعات وحذرنا الجميع. سبورت 360، خمس مصريين في التشكيل المثالي لاول جوله لكاس الامم الافريقيه. اليوم السابع، الكاف يرسل عينات مشرطات بطولة أمم أفريقيا إلى سويسرا. الفجر الرياضي، لقطة رائعة من الجماهير المصرية مع منتخب المغرب. يلا كورة، الجزائر تتطلع لبداية جيدة أمام كينيا في كأس الأمم الأفريقية. الأسبانية، تونس تستعد لبلوغ أبعد مدى. الوطن سبورت، مدرب أنجولا يتحدى منتخب تونس، بوابة عبيرنا للدور الثاني. فيتو، جنوب أفريقيا تتسلح ببرنامج غذائي خاص قبل مواجهة كوت ديفوار. الشروق، لاعب مالي، موريتانيا تطورت كثيرا والنسخة الحالية من الكان مختلفة. في الجول، مدرب مدغشقر بعد النقطة الأولى في تاريخ أمم إفريقيا، دخلنا التاريخ. نبتدي بسوبر كورة اللي بتتكلم عن مستر أجيري وتعليماته للاعبي المنتخب الوطني المصري بالتحديد عبد الله السعيد وتريزي جي. كلام مستر اجيري مع عبد الله بالتحديد، عبد الله الماتش اللي فات ما ظهرش بالشكل اللي الناس كانت بتتوقعه، وخصوصا عبد الله لاعب من اللاعبين المميزين جدا المؤثرين في صفوف منتخب مصر. قالت الدستور او سوبر كوره بالتحديد ان عبد الله السعيد مطلوب منه انه يصوب على المرمى وان هو يستغل مهاراته، ده طبقا للتعليمات اللي قالها له مستر اجيري. نفس الكلام بالنسبه لتريزيجيه، ان هو منتظر كمان اداء افضل من كده بالنسبه لتريزيجيه خلال الفتره الجايه، وده هيكون شيء مهم. طيب بعد مباراه المغرب ونامبيا لما خلصت، خلينا ناخد مداخله مهمه جدا جدا مع الاستاذ عبد العزيز بلوبدالي، اعلامي مغربي، نتكلم معاه بخصوص المباراه والانطباعات ايه بعد فوز المنتخب المغربي. يا استاذ عبد العزيز، مساء الفل عليك والف مبروك على الفوز النهارده. مساء النور والف مبروك علينا كلنا على المنتخب المصري المنتخب المغربي، ويا رب المنتخبات العربيه تحقق النتائج يعني جيده. تمام، عايزين نتكلم عن المباراه والانطباعات وردود الافعال المغربيه عقب فوز المنتخب المغربي النهارده ايه، وتقييمك للمباراه بشكل عام. والله انا وسط الجمهور المغربي اللي توافد على استاد السلام بكثره، ارتسامات طبعا. الفوز دائما يخلق البهجه ويخلق الفرح،
خصوصا في مباراة زي المباراة اللي تابعنا اليوم، كانت مباراة صعبة صعبة جدا. فالمنتخب ناميبيا يعني كما تابعنا كان لاعب دفاع دفاع كلي تقريبا، لاعب المنتخب المغربي وجدوا صعوبة ثلاث مباراة في الوصول إلى شباك يعني حارس ناميبيا، ولكن الإصرار والعزيمة كانت حاضرة عند اللاعبين، وهم عارفين ومدركين أن ربما هذه المباراة هي اللي كان مفروض أنهم يفوزوا بها، لأن على الورق هي الأسهل. تنتظرهم مباراة قوية أمام الكوت ديفوار، مباراة أخرى أمام جنوب إفريقيا، فكان لازم أنهم يلعبوا عشان ما يضيعوش النقط الثلاثة بتاع المباراة. الشيء اللي اتحققه كان يعني ممتاز، أن نتيجة الفوز دائما في بداية المشوار تعطي دفعة قوية، لا على المستوى المعنوي لا على المستوى كل المستويات يعني. طيب، أسباب التأخر الفوز لغاية الدقيقة 89 من وجهة نظرك، وأنت أكيد كنت متابع المباراة من أرضية الملعب، إيه الأسباب اللي ممكن تكمن أو تؤدي لتأخر الفوز بالنسبة للمنتخب المغربي؟ هو في أسباب كثيرة في اعتقادي. أولاً التكتل الدفاعي بتاع فريق ناميبيا، ما ننساوش أن لاعبي خط دفاع وخط وسط كانوا يتميزون باللياقة البدنية العالية طبعاً. ثانيا كان مجموعه من لاعبي المنتخب المغربي ما لم ينجحوا في التأقلم مع الجو اللي هم غير معتادين على مثل هذا الجو، حر شويه حرار طبعا. ثالثا كان فيه يعني عدم انسجام، غياب انسجام بين مجموعه من اللاعبين خصوصا على المستوى الخط الامامي. على حين كانت بعض الاخطاء مرتكبة داخل صفوف المنتخب المغربي. نتمنى أن المدرب هيرفي رونار بالحنكة اللي عنده بالمؤهلات الفنية ينجح أنه يتجاوز في هذه الأيام القليلة المقبلة قبل المباراة القوية أمام كوت ديفوار يوم الجمعة المقبل إن شاء الله. أنا أفتح قوسين ولو سمحت لي أستاذ يعني ابعد بكل الشكر للناس المصريين في اللجنه المنظمه هنا في استاد السلام، لان كانوا انا عينت ووكبت وشاهدت بعيني يعني ان خصوصا رجال الشرطه كانوا يمدون كل المساعده للجماهير المغربيه. الامور كلها مرت على ما يرام، فكل الشكر. وهذا غير غريب على الاخوه المصريين، دائما كيكونوا في المستوى العالي من ناحية التنظيم. ده الطبيعي، وده المصريين دايما يعني معروفين بحسن الضيافة، وانتوا أشقائنا ومرحب بيكوا دايما في جمهورية مصر العربية. لكن عايز أسأل حضرتك برضو بخصوص المباراة، وبالتحديد هل أزمة حمد الله بالنسبة للمنتخب المغربي قبل البطولة كان ليها أثر سلبي على المنتخب النهاردة خلال أدائه في المباراة؟ أبدا أبدا. أنا يعني أؤكد بحكم متابعتي المنتخب الوطني منذ يعني من سنين. فأولا الحمد لله لم يكن في يوم من الأيام من الأسماء اللي كيعتمدها الناخب الوطني، لكن لاعب مميز بصراحة يعني. طبعا مميز، ولكن تعرف مثل أستاذ أن اللاعب لازم يكون داخل في المنظومة التكتيكية بتاع المدرب، وداخل كذلك في المجموعة يعني يكون انسجام بينه وبين باقي اللاعبين. فحمد الله معروف عندنا في المغرب مزاجه يعني صعب، وكأنه الطفل المدلل داخل الأسرة عندها ولد واحد لازم تعمل معاه الخاطر ولازم. فأنا ما أظنش هو موهبة حقيقية، موهبة وهداف كبير، ولكن أنك تحمل شنطتك وتغادر معسكر الفريق بتاع بلدك بدون أي إذن وبدون أنك، ولو كان فيه مشكل كان لازم يترحب على المسؤولين تاع الاتحاد المغربي. فيعني ربما انا اعتبر انه اخطا كثير في حق الفريق الوطني، والغياب تاعه يعني مش كان انا في نظري مش مؤثر بقدر ما كان مثلا هداف البطوله الوطنيه ياجور، محسن ياجور، كان حيكون مثلا
عنده إضافة في المنتخب الوطني، ولكن هذه اختيارات المدرب، هو المسؤول عنها، هو الذي يحاسب عليها في نهاية البطولة. فهو مقتنع بالمجموعة اللي عنده، سنوات طويلة هو كي يعني يشرف عليهم ويعرف ما يفعل. أتمنى أنه ينجح في أن اختياراته تكون صائبة وناجحة. طيب، طموح المنتخب المغربي في البطولة إيه؟ وخصوصا أن ناس كتير جدا من كل المتابعين في مختلف الدول الأفريقية بيرشحوا المنتخب المغربي للوصول للدور النهائي وكمان للفوز باللقب في ظل القوة الكبيرة عند المنتخب التونسي، أو عفوا المنتخب المغربي، سواء فيما يتعلق بالجهاز الفني أو حتى فيما يتعلق باللاعبين. هل الطموح ده موجود عند الشعب المغربي أن هم المنتخب قادر أن هو يفوز باللقب؟ أكيد الطموح هو اللعب أو التنافس من أجل فوز باللقب، وهذا ما أكده رئيس الاتحاد المغربي فوزي القجاع في حوار، يعني عملت معه حوار قبل انطلاق البطولة، فأكد بالفم المليان نحن ذاهبون لمصر من أجل اللقب ولا غير ذلك. فالمنظومة الرياضية الوطنية المغربية كلها عندها طموح واحد وأمل واحد هو الفوز باللقب. صحيح الأمر سيكون صعبا أمام فرق ومنتخبات قوية تحضر في هذه الدورة، في مقدمتها طبعا منتخبنا الشقيق مصر اللي يتوفر على يعني كل المقومات وكل طبعا لاعبين في مستوى عالي، كذلك هناك السنغال، هناك كوت ديفوار، هناك نيجيريا، ولكن كما قال رئيس الاتحاد المغربي فوزي القجاع، قال من يريد الكأس أو اللقب عليه أن يفوز على كل المنتخبات مهما كان مستواها مهما كانت قوتها. نتمنى ان انتوا توصلوا ان شاء الله باذن الله للنهائي كده مع منتخب مصر، بس من غير ما تاخدوا اللقب، يعني توصلوا بس كده حلو قوي، لكن ما تاخدوش اللقب. اكيد طبعا، اكيد سنفوز باللقب ان شاء الله، رغم اننا سنواجه مصر في النهائي. مرحب بيكم دايما، مرحب بيكم دايما في بلدكم ثاني، يعني الفوز يكون للافضل ان شاء الله، ان شاء الله وما يخرجش على الوطن العربي، المنتخبات العربية. رأيك كيف تنظيم البطولة حتى الآن، ورأيك كيف حفل الافتتاح الخاص بالبطولة؟ لا كان مبهر، مبهر جدا، وإحنا أعجبنا وأسعدنا أن مصر باستطاعتها تقديم مثل هذه اللوحة التنظيمية الممتازة. شيء وحيد اللي يمكن نعتبره سلبي هو داخل الاتحاد الإفريقي، يعني اللجنه المنظمه في الكاف، واتكلم بالاخص عن اللجنه المكلفه بالاعلام، ففوضى عارمه يعرفها هاد اللجنه، ولازم ان الاتحاد الافريقي يراجع الاوراق ديالو بخصوص هاد اللجنه، لان كما لاحظنا اليوم في مباراه المغرب وناميبيا كثير من الزملاء يعني تعرضوا للاهانه في هاد العباره، تعرضوا لمواقف يعني لا تليق بقيمة صحفي يبحث عن تغطية لهذه البطولة. كذلك كان هناك مشاكل في توزيع الاستمدادات، وأنا باسمي وأنا أصرح بها عبر قناتكم، أنا أفكر في رفع دعوة قضائية ضد الكاف، لأن كانت هناك مشاكل كثيرة في توزيع الاعتمادات، ولحد الآن لم اتسلم الاعتماد رغم اني قمت بكل الترتيبات وكل الاجراءات. كان مشكل وكان يعني خطا وقعوا فيه لجنه الاعلام، فانا لسه بنتظر. يعني هي امور كلها متعلقه بالاتحاد الافريقي، ان شاء الله كلها تحل. بالضبط. تفضل. اما للاخوه الاشقاء مصر فيكفي انا اقول لك معلومه صغيره، ربما تبدو للبعض صغيره ولكنها ذات اهميه كبيره. تفضل. وانا في استاد السلام وزعت قنينات ماء معدني على الجمهور وبالمجان، وده لا يحصل كثيرا في ملاعب العالم كله. بالضبط. فالناس يعني كرماء جدا وطيبين، وكله عاوز يساعد وعاوز ينجح هذه البطوله، خصوصا رجال السلطه الامن والجيش، تحية لهم جميعا بكل صدق وبكل موضوعية بدون أي مجاملة. بالضبط.
انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذ عبد العزيز، ودايما مرحب بيكم في مصر بلدكم الثاني، واكيد ان شاء الله نتمنى كل التوفيق للمنتخب المغربي، واقامه سعيده ليكم ولكل الجاليه المغربيه في مصر وكل الجم من المغرب لمصر عشان يشجعوا المنتخب المغربي. كل التوفيق ليكم ان شاء الله. رجاء تحيه للنجم الخالد الرئيس محمود الخطيب اللي عنده واحد محبة ومودة عندنا كثير في المغرب. شكرا. توصل ان شاء الله. بشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذ عبد العزيز الاعلامي المغربي، وكان بيتكلم معانا في مداخله هامه جدا على مباراه المغرب ونامبيا واللي انتهت منذ قليل بفوز المنتخب المغربي بهدف عكسي من خلال احد لاعبي نامبيا بنتيجه 1-0. الهدف جه في الدقيقه 89، واتكلمنا معاه في امور كثيره جدا. بالمناسبه هو بيوجه تحيه للكابتن الكبير كابتن محمود الخطيب، نتمنى ان هو يكون بيسمع الحلقه والتحيه توصل له ان شاء الله. طيب ده كان خبر مهم جدا. كمان عايزين نتكلم من صدى البلد، وبالتحديد فيما يتعلق باحمد حجازي. صدى البلد بتقول ان في كسر في الانف، وده خبر كلنا عرفناه امبارح، كسر في انف احمد حجازي، وان الموقف بتاع احمد حجازي هيحسم. خلينا نقول لحضراتكم ان احمد حجازي هيلعب المباراه اللي جايه ان شاء الله بواقي وجه هيتم وضعه امام الانف بالنسبه لاحمد حجازي، وده بسبب الكسر اللي اتعرض ليه، وهيكمل البطوله بهذا الواقي، وخصوصا ان الموضوع كسر يعني مش بسيط شويه. لكن في الحقيقه احمد حجازي لاعب راجل جدا ولاعب مهم جدا في صفوف منتخب مصر، والامر محسوم خلاص. احمد حجازي هيشارك في التدريبات النهارده بشكل طبيعي جدا، وهيكون متواجد كمان في التشكيل الاساسي لمباراه الكونغو المقبله يوم الاربعاء القادم. كل التوفيق لاحمد حجازي وكل التوفيق لكل المنتخب الوطني المصري. جول وتصريحات للمهندس إيهاب الهيطة مدير المنتخب، وبيتطرق في هذه التصريحات عن الواقعة الخاصة بالتحرش، وقال أو بيأكدها، بيقول هي مش إشاعات خالص، الموضوع فعلا حصل، وإن احنا نبهنا كل اللاعبين. والنهارده كان في جلسة كده ما بين مستر أجيري واللاعبين عقب الفطار مباشرة، وطلب من كل اللاعبين التركيز فقط في الهدف اللي احنا بنشتغل عليه الفترة الحالية، وان الواقعه خلاص حصلت وخلصت، ووارد ان يكون في عقوبات بس مش وقت حتى الاعلان عنها. مهم جدا انك تركز في اللي جاي وانسى خلاص اللي حصل. وكلام كان مهم جدا من مستر اجيري مع لاعبي منتخب مصر بشكل كامل، مش لاعب بعينه. هو اللي اخطا واحد او اثنين بس، مهم قوي ان انت تقومهم، ومهم جدا ان انت تقفل على نفسك كويس قوي خلال الفتره اللي جايه. ويا سيدي لو هتوصل ان انت تشيل الموبايلات من اللعيبه شيلها، المهم ان يكون في تركيز كبير وكامل في البطوله، عشان صعب قوي صعب قوي ان البطوله تكون على ارضنا والمنتخب ما يحققهاش في الحقيقه. يعني ايا كانت الطريقه ايه، اداء وحش اداء جيد، المهم تجيب لنا البطوله يعني. فالتركيز كل التركيز مطلوب جدا جدا من المنتخب الوطني المصري خلال المرحله الجايه. اليوم سكاف هيرسل عينات منشطات بطوله امم افريقيا لسويسرا، وده طبيعي بيبقى في يعني اختيار عشوائي للاعبين بعد كل مباراه في البطوله. الماتش اللي فات من منتخب مصر تم اختيار احمد المحمدي واحمد حجازي لكشف المنشطات، المنشطات دي تتبعت لسويسرا ويتم البت فيها او يتم البت في التحاليل سواء ايجابيه او سلبيه. الامور طبعا بعيده خالص عن منتخب مصر، فيش الكلام ده خالص، لكن هي اجراءات طبيعيه ولازم بتحصل يعني في كل البطولات الكبيره يعني. الفجر الرياضي وبتتكلم على لقطه رائعه من الجماهير المصريه في مسانده المنتخب المغربي. النهارده الجماهير المصريه راحت استاد السلام وساندت المنتخب المغربي، وفي الحقيقه المنتخب المغربي لو التنافس بيبقى قوي جدا من مصر والمغرب، لكن دايما اشقائنا في المغرب وفي تونس وفي الجزائر وفي اي حته في كل العرب في الحقيقه هم اشقائنا وكلنا بنحبهم وبندعمهم وكل حاجه، لكن هتيجي عند مصر ستوب لحد هنا اي مباراه تنافسيه. طبعا التشجيع كله هيكون لمنتخب مصر، لكن طبيعي ان انت ترحب بكل اشقائك في كل البلاد العربيه. النهارده كانت لفته كويسه جدا من المصريين وراحوا وساندوا المنتخب المغربي في استاد السلام. يلا كوره بتقول ان الجزائر بتامل في بدايه قويه وجيده امام كينيا في كاس الامم الافريقيه. الجزائر عندهم مباراه النهارده الساعه 10 ضمن مباريات المجموعه الثالثه، واللي بتضم كمان السنغال وتنزانيا، واللي هيلعبوا الساعه 7 بالظبط بعد قليل. فبالتالي مجموعه قويه بالنسبه للمنتخب الجزائري، ومنتخب الجزائري عايز يحسن الصوره كده من الاخر بعد الخروج من الادوار الاولى في 2017 بالجابون. وعندهم بعض اللاعبين المميزين جدا، رياض محرز مانشستر سيتي، عندهم اسلام سليماني، عندهم سفيان فجولي طبعا لاعب جلاتا سراي التركي،
عندهم ياسين ابراهيمي طبعا لاعب مهم جدا في بورتو البرتغالي، عندهم في الحقيقه لاعبين مميزين جدا بشكل عام، فبالتالي عندهم امال كبيره ان هم يقدروا يأدوا بطوله جيده وان هم يقدروا يوصلوا لنقطه بعيده في هذه البطوله. مباراه النهارده هتكون الساعه 10 مساء، ودي اولى مباريات المنتخب الجزائري ان شاء الله. الأسبانية بتقول ان تونس تستعد لبلوغ ابعد مدى، يعني تطرقوا لاستعدادات المنتخب التونسي تحت قياده ألان جريس المدير الفني لهذا المنتخب، وكان في تصريحات لألان جريس كمان قال ان احنا املنا ان احنا نحقق اللقب الثاني لتونس، واحنا عارفين ان تونس فازت بالبطوله قبل كده في 2004 مره واحده بس اللي فازوا بيها باللقب ده، كانت البطوله اصلا كمان في تونس، فبيسعوا ان هم يفوزوا بهذا اللقب. مجموعة تونس مجموعة تعتبر برضو قوية، معهم أنجولا مالي وموريتانيا، وهي المجموعة الخامسة في السويس، فبالتالي تونس عندهم طموح كبير جدا، وفي الحقيقة برضو عندهم مجموعة من اللاعبين المميزين جدا في المنتخب التونسي، بس طبعا بيفتقدوا علي معلول. بالمناسبة ألان جريس تطرق في المؤتمر الصحفي أيضا لجزئية علي معلول وقال إن الاستبعاد فني بس، وقال ان انا مش هينفع اختار اكتر من 23 لعيب طبقا للوائح البطوله، لكن لازم يكون في شك في هذه التصريحات، لان صعب جدا يكون عندك لعيب بحجم علي معلول تستبعده فنيا، الموضوع صعب قوي في الحقيقه. لكن بشكل عام نتمنى كل التوفيق للمنتخب التونسي في هذه البطوله. الوطن سبورت، مدرب انجولا يتحدى منتخب تونس وبيقول ان ماتش تونس ده هيكون بوابه عبورنا للدور الثاني. السربي سيرجان فاسيليفيتش مدرب منتخب انجولا قال ان احنا جاهزين جدا لمباراه المنتخب التونسي وعاملين حساب المنتخب ده بشكل كويس جدا، وهنفاجئهم خلال هذه المباراه وهنقدر ان احنا نحقق نتيجه ايجابيه، والمباراه دي هتكون المفتاح كمان للتاهل للدور الثاني، فبالتالي منتخب انجولا منتخب قوي جدا. بالمناسبه عندنا جيرالدو هيكون احد العناصر، اعتقد ان هو هيكون احد العناصر الاساسيه في منتخب انجولا في المباريات بشكل عام، هنتابعه بشكل كبير جدا، نتمنى له التوفيق، لكن ايضا نتمنى كل التوفيق للمنتخب التونسي الشقيق. فيتو وبتتكلم عن جنوب افريقيا، بتقول ان هي بتتسلح ببرنامج غذائي خاص قبل مواجهه كوت ديفوار. مجموعه صعبه جدا، المجموعه اللي بتضم كوت ديفوار وجنوب افريقيا والمغرب وناميبيا، مجموعه قويه جدا، فبالتالي كان مهم قوي فوز المغرب في الحقيقه النهارده. لكن ستيوارت باكستر المدير الفني لجنوب افريقيا قال ان احنا هنتغلب على درجات الحراره في مصر وعلى نقص المياه في الجسم ببرنامج غذائي خاص عشان نتفادى اي امور قد تعيقنا عن اداء مباريات قويه ونتائج جيده في البطوله، وممكن منتخب جنوب افريقيا يكون احد المنتخبات الجيده جدا في خلال هذه البطوله، خصوصا انه بيضم ايضا لاعبين مميزين. في الحقيقه كل المنتخبات عندها لعيبه كويسه، امبارح ماتش مدغشقر وغينيا كان ماتش اكثر من رائع، وفرقه مدغشقر دي يعني انت ما بتسمعش عنها اول مره بتشارك في البطوله، عندهم مجموعه من اللاعبين المميزين جدا جدا، مباراة انتهت 2-2، مباراه كانت قويه قوي، فكل المنتخبات في الحقيقه مستعدين بشكل قوي جدا، لكن ممكن جنوب افريقيا تعمل حاجه في البطوله دي وتوصل لادوار بعيده، رغم اختفاء جنوب افريقيا عن الساحه التنافسيه بالتحديد من فتره كبيره، لكن واضح ان هم بيعودوا تدريجيا للمنافسه على البطولات الافريقيه. لاعب مالي ده من الشروق بيقول ان موريتانيا تطورت كثيرا وان النسخه الحاليه من الكان مختلفه طبعا عن كل النسخ الماضيه. عبد الله ديابي لاعب سبورتنج لشبونه البرتغالي ونجم المنتخب المالي قال ان منتخب موريتانيا منتخب جيد قوي، وواضح جدا ان هم طالما صعدوا لبطوله الامم الافريقيه ان يبقى هم منتخب رائع ومستعدين بشكل كبير جدا لهذه البطوله، فبالتالي احنا هنواجه مباراه صعبه وفريق ومنافس قوي جدا زي منتخب الموريتاني، وقال ان احنا عاملين حساب المنتخب ده بشكل جيد جدا. كمان تطرق عبد الله ديابي نجم المنتخب المالي قال ان البطوله السنه دي مختلفه جدا سواء من حيث الجانب الفني او الجانب التنظيمي، كمان في الحقيقه الاشاده واضحه جدا من كل سواء المشاركين في البطوله او كل المتابعين لهذه البطوله في مختلف دول العالم بالتحديد فيما يخص الجانب التنظيمي. الجانب الفني والمتعه في المباريات هتيجي مع توالي المباريات، طبيعي اول مباراه اول اثنين اول ثلاثه بيبقى كده الدنيا هاديه شويه، كل منتخب متحفظ هتخش في الادوار اللي جايه وهتخش كمان في المباريات اللي جايه في كل مجموعه، فكله عايز يصعد خلاص، فهتلاقي مباريات اقوى من الناحيه الفنيه واكثر اثاره كمان، وده متوقع جدا من خلال بطوله الامم الافريقيه السنه دي.
في الجول مدرب مدغشقر بعد النقطة الأولى في تاريخ أمم أفريقيا بيقول إن إحنا دخلنا للتاريخ، أول مباراة ليهم وأول نقطة ليهم في بطولة الأمم الأفريقية وفي تاريخ مدغشقر، لأن دي أول مشاركة بالنسبة لهم في هذه البطولة. نيكولا ديبوي المدير الفني لمنتخب مدغشقر بيشيد جدا بمنتخبه وقال إن إحنا عملنا مباراة كبيرة جدا أمام غينيا، وكمان إحنا تأخرنا بهدف أمام غينيا قدرنا إن إحنا نتقدم بهدفين لولا خطأ دفاعي في الهدف الثاني اللي استقبلوه في خلال المباراة من منتخب غينيا كان ممكن يخرجوا بالثلاث نقاط، وقال إحنا كان هدفنا إن إحنا نكسب أول مباراة لينا في تاريخ البطولة وناخد الثلاث نقاط. وفي الحقيقة كانت مباراة قوية جدا، كمان نبي كيتا لاعب منتخب غينيا الكرة في الألة بترجيح كفة المنتخب الغيني وحصد ثلاث نقاط مهمين جدا، كان في الدقيقة 90 تقريبا، لكن كانت مباراة أكثر من رائعة. وغير المباراة كمان الاستاد شكله حلو قوي، استاد اسكندرية بصراحة الواحد فرحان جدا 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 باستاد اسكندرية والشكل اللي احنا شفناه، وانا هفضل اعيد في الجزئية دي في الحقيقة. ليه بقى؟ لان احنا بصراحة كنا محرومين قوي من الاستادات كلها تبقى بالمنظر ده، مش عارف ليه يعني، مش لازم نستنى بطولة او تنظيم بطولة يعني، ما احنا برضو نفسنا نتمتع يعني، نفسنا نشوف المباريات في الدوري المصري وكاس مصر واي مباراه محليه واي مباراه دوليه لاي نادي في مصر واي مباراه دوليه منتخب مصر هنا في القاهره او في اي حته تكون الملاعب بالشكل اللي احنا بنشوفه دلوقتي. نفسي ان احنا نفضل كده، نفضل بالمستوى ده. ليه يعني؟ حرام ان يكون عندنا كل الامكانيات دي وما نعرفش نستغلها، لكن اعتقد ان دي بدايه قويه جدا لاستغلال هذه الامكانيات ولمواصله الحفاظ عليها عشان نشوف جوده اعلى من الملاعب وجوده اعلى من الجانب الفني الخاص بكل المنتخبات. خليني اقرا مع حضراتكم التفاعل بالنسبه للجماهير بشكل عام وفيما يخص طبعا بطوله الامم الافريقيه ومنتخب مصر، وهل ممكن يبقى في اي تغييرات بالنسبه لمنتخب مصر. خلينا نبتدي بتويتر وتوقعات الجماهير للتشكيل. نبتدي بعاشقة الأهلي بتقول مش هيكون في أي تغيير في التشكيل، نفس التشكيل عشان دول أحسن لعيبة أصلا موجودين في منتخب مصر، بصراحة عندها حق في الموضوع ده. أيضا أحمد بيقول نعم وبصورة كبيرة إلا وحاطط نقطة أنا مش عارف قصده بيها إيه. أهلاوي أفتخر بيقول أكيد هيبقى فيه تغييرات، ده فيما يتعلق بتويتر. فيما يتعلق بفيسبوك وتوقعات الجماهير المصرية ورؤيتهم لتشكيل منتخب مصر خلال الفترة اللي جاية وبالتحديد في مباراة الكونغو وهل ممكن يكون في تغييرات ولا لا، خلينا نبتدي بأحمد واللي بيقول احنا عايزين تغيير في الأداء مش في اللعيبة، أجيري ما عندوش على الدكة حد أحسن من 11 الأساسيين. وفي الحقيقة ناس كتير جدا بتتكلم في الجزئية دي، وكان ممكن بصراحة ان احنا يكون عندنا دكة أفضل من كده بكتير في منتخب مصر. سامة محمد بتقول لا مش هيكون في اي تعديلات في التشكيل. عادل قال ممكن احمد علي مكان مروان، استبعد الجزئيه دي لكن وارد طبعا كل حاجه وكلها يعني رؤيه فنيه خاصه بالمدير الفني. كمان محمد سليم بيقول عمرو ورده وعبد الله السعيد مش هيكونوا موجودين في التشكيل، مين هيكون موجود؟ صعب برده. مصطفى يحيى بيقول لا مش هيكون في اي تغييرات. ايضا احد الجماهير بيقول ممكن دونجا مكان النني، وكتير علق على مستوى النني لكن النني لعيب مهم في تشكيله منتخب مصر في الحقيقه. محمد شحاته قال لا مش هيكون عندنا تغييرات. خالد اسامه الهادي قال نعم هيكون في بعض التغييرات في تشكيل منتخب مصر في مباراه الكونغو. احمد خميس قال دونجا هيكون مكان محمد النني، صعبه برده شويه. محمد سعيد الصعيدي قال لا مش هيكون في اي تغييرات. خالد اسامه قال هيخرج محمد الشناوي، لا ما اعتقدش خالص يعني دي بعض ردود الافعال الخاصه بالجماهير بشكل عام، الجماهير المصريه وجماهير النادي الاهلي بشكل خاص فيما يتعلق بشكل المنتخب خلال مباراه الكونغو. فيما يتعلق باللاعبين هل هيكون في تغييرات في اللاعبين؟ هل ممكن نلاقي تغيير مثلا في مركز او اثنين؟ اعتقد الموضوع هيكون صعب شويه. في كل الاحوال اي 11 لاعب هيلعب احنا في ظهر، اي 11 لاعب هيلعب واثقين فيه. يا سيدي الدكه مش قويه قوي، كان ممكن يبقى عندك دكه احسن من كده بكتير، لكن خلاص دي الاختيارات اللي اختارها مستر اجيري، زي ما بيقولوا كده ايه اللي ذاكر ذاكر. انت خلاص اخترت القايمه المكونه من 23 لعيب،
اي ظروف هتتعرض ليها، سواء من حيث مستوى بعض اللاعبين، من حيث لا قدر الله بعض الاصابات، اي امور خارجه عن الاراده هتتعرض ليها او هيتعرض ليها اي لاعب من لاعبي منتخب مصر، انت محكوم ب 23 لاعب بس. اكيد مستر اجيري وجهازه المعاون فكروا في الجزئيه دي كتير جدا وهم بيختاروا، فبالتالي كان نتاج الخيار بتاعهم هؤلاء اللاعبين. فبالتالي ايضا كل المصريين واثقين فيهم بشكل كبير جدا، وعارفين ان شاء الله دول هيقدروا باذن الله ان هم يجيبوا لنا البطوله. من الاخر كده احنا عايزين اللقب، مش عايزين نلعب كويس، مش عايزين طبعا نفسنا نلعب كويس، بس يعني مش يبقى ده الهدف الاساسي. الهدف الاساسي انك تكسب وتتخطى دور تلو الاخر وانك تجيب اللقب، لان هيبقى الموضوع صعب قوي ان البطوله في مصر وكل الجماهير دي وكل الاستعدادات دي وكل التنظيم الرائع ده وفي الاخر ما نشوفش البطوله موجوده في مصر وما نشوفش اللقب في ايد لاعبي منتخب مصر. كله مستعد بشكل كبير، كله خلاص ساب وطوى صفحه مباراه زيمبابوي وهيركز في مباراه الكونغو. المباراه بتاعت الكونغو ان شاء الله يوم الاربعاء اللي جاي في تمام الساعه 10 مساء. متوقع جدا طبيعي ان يكون في عدد كبير جدا من جمهور الكره المصريه متواجد في استاد القاهره، اللي بيظهر بمظهر هو الاخر اكثر من رائع، وجماهير بتظهر بمظهر اكثر من رائع. دورهم اساسي، المسانده اساسيه جدا من قبل كل الجماهير المصريه. ان شاء الله مباراه الكونغو تؤهلك بشكل رسمي للدور المقبل، وباذن الله كمان تكسب اوغندا وتصعد في اول مجموعه. ده هيكون مهم ومطلب اساسي جدا بالنسبه للشعب المصري. بعد كده بقى دور ال 16، دور ال 8، دور ال 4، تاخد كده خطوه والدنيا تعدي باذن الله وناخد البطوله. هنروح لفاصل، بعد الفاصل هينورنا ويشرفنا في الاستوديو الاستاذ الكبير استاذ محمد القوسي في فقره حواريه هامه وخاصه جدا هنتكلم فيها في كل الملفات اللي على الساحه الرياضيه المصريه. استنونا بعد الفاصل. بينورني وشرفني في الاستوديو الاستاذ الكبير والناقد الرياضي الكبير استاذ محمد القوسي. استاذ قوسي منورنا وشرفني. اهلا بك يا استاذ سمير، تحياتي ليك ولكل مشاهدي قناه الاهلي. انا وسهلا، اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله تمام. كلام كتير جدا وتحديد على بطوله الامم الافريقيه، خلاص هو الحدث الاهم من خلال الفتره الحاليه، لكن عايزين نبتديها كده واحده واحده، وبالتحديد حفل الافتتاح والتنظيم والمنظر الاكثر من رائع اللي شفناه اول امبارح، رايك فيه؟ طبعا يعني حاجه تليق بمصر، حاجة تشرف مصر، حاجة محترمة جدا. كان حفل افتتاح مبهر، حفل افتتاح يليق ببطولة عالمية كبيرة جدا، ويكفي ردود الأفعال ليس المحلية ولا العربية ولا الأفريقية بل العالمية. كبريات مواقع الإنترنت في العالم أشادت بهذا الحفل ووصفته بالحفل المبهر، كبريات الصحف العالمية أشادت بهذا الحفل ووصفته بحفل رائع، حفل يليق ببطولة عالمية، بل بعض المواقع والجرائد العالمية وصفت الحفل بأنه يعني افضل كثيرا من افتتاح بطولات عالميه كبرى يعني. فده حاجه يعني تحسب لمصر، ودي مصر ودي قيمه مصر، وده الوضع اللي كان يجب ان تكون فيه مصر. انت بتتكلم في 150 يوم عندما صدر قرار تنظيم البطوله حتى موعد افتتاحها، ان تنفذ كل هذا وتجهز 6 استادات على اعلى مستوى بشكل مبهر لكل الناس، شكل يدعونا نحن المصريين للفخر. شفنا شكل استاد القاهره عامل ازاي، حاجه يعني لا يقل عن اي استاد عالمي. شفنا الكرنفال اللي موجود، شفنا الجهد الكبير اللي مبذول. اكيد يعني هذا الذي شاهدناه في حفل الافتتاح خلفه جهد كبير، خلفه رجال بتحب مصر، خلفه ناس عملت وخططت وتعبت في وقت قليل جدا في زمن قصير جدا، وقدرت تقدم لنا صوره مبهره وصوره جميله. الحقيقه الواحد سعيد جدا انه شاف هذا المنظر، فخور بهذا الشكل. انا ما كنتش اتوقع الحقيقه ان احنا نظهر بهذا الشكل، والافضل والاجمل ان غلب عليه الطبع الفرعوني بتاعك. دايما اي بلد في الدنيا بتقدم نفسها في هذه الاحداث، واحنا دايما نركز على الحاجات دي في مصر، وعندنا نماذج كتيره جدا نقدر نقدم فيها، لان مصر بلد لها تاريخ عريق، لها عندنا موروث كبير جدا، موروث حضاري عظيم جدا منذ الاف السنين. فمهم جدا ان احنا نبرز هذا الموروث ونقدمه للعالم. العالم كله شاف ازاي ان احنا مصر بتقدم تاريخها واثارها الفرعونيه، والاهرامات دايما حاضره. اي حد في العالم بيشوف الاهرام بيبص على مصر على طول. فعندنا النماذج دي، فجميل جدا هذا الاختيار، جميل العرض، جميل الاداء، جميل التنظيم، كان شيء مبهر الحقيقه، والواحد كان سعيد وفخور بيه طبعا. وان شاء الله الامور تكمل بشكل مميز، وما شفناش اي شكاوى لغايه دلوقتي، الامور ماشيه بشكل هايل. الملاعب بالتحديد عايز اتكلم عنها يا استاذ قوسي، ورايك وتعليقك على الملاعب، وانت اكيد شفت اكثر من مباراه في اكثر من ملعب حتى الان. يعني شفنا مباريات في استاد القاهره، استاد اسكندريه، استاد السلام، هيكون كمان في النهارده الدفاع الجوي. ارضيه الملاعب رايك فيها ايه، والمظهر اللي بتظهر بيه؟ بص يا استاذ امير،
لا كرة قدم بدون ملاعب. حلو. يعني مستحيل يبقى عندك كرة قدم مميزة وعندك حاجة كويسة إلا لو كانت عندك ملاعب. طبعا. الدوري الإنجليزي اللي هو الأعظم في العالم أول حاجة فكروا يعملوها إن يعملوا ملاعب. كويس. ويعملوا ملاعب على أعلى مستوى وبأرقى أرضيات وأرقى مدرجات وأرقى تأمين، كل حاجة كل ده مهم جدا وكل ده ممتاز عشان تحقق نجاح. ما لم يكن عندك هذه المنظومة والبنية التحتية الرياضية لن تستطيع أن يكون عندك كرة قدم ولن يستطيع أن يكون عندك تنظيم جيد. لذلك مصر احنا الحمد لله عندنا بنيه تحتيه كتيره جدا موجوده، ولولا وجود بنيه تحتيه في مصر ما استطعت في 5 أشهر ان تنظم. يمكن الكاميرون في 4 سنين ما قدرتش تبقى جاهزه، مصر في 4 شهور بتبقى جاهزه. دي مصر، واخد بالك؟ مصر حددت 6 ملاعب، 3 موجودين في القاهره وعندك اسكندريه واسماعيليه والسويس. اشتغلت على ده، على الحاجات اللي موجوده طورت وجودت وحطت بصمه جماليه وبصمه جميله جدا. اي استاد بتشوفه من جوه حاجه تفرح، المدرجات اتنظمت بشكل جيد وشكل منظم، الارضيات اتعملت على احدث مستوى العالم، غرف ملابس اللاعبين، غرف المؤتمرات الصحفيه والمؤتمرات الاعلاميه، اماكن كبار الزوار، الاستادات من بره، الشوارع من بره، استادات التدريب كمان 24 ملعب للتدريب. 24 انت بتنظم كاس عالم يعني مش بتنظم افريقيا يعني انت كده يعني بفضل الله يعني 6 ملاعب تاني زي دول تستضيف كاس عالم على اعلى مستوى، يعني كاس عالم اللي هو اعظم حدث في كره القدم على المعموره يعني. فشيء مهم جدا وشيء عظيم جدا. فشفنا استاد القاهره قد ايه شكله وجمال، وشفنا حتى الشوارع اللي خارج استاد القاهره شكلها ايه، ومداخل استاد القاهره وشكلها حاجه جماليه محترمه جدا. استاد اسكندريه استاد من 1929 حاجه مبهره وحاجه عظيمه جدا. يعني اعتقد اعاد رونق المنطقه اللي موجود فيها الاستاد بطرق مرصوفه بشكل جماليات بحركه مروريه جميله عظيمه. استاد السويس اللي موجود اللي صورته من بره كده تشوفها تنبهر وهي موجوده على قريبه من قناه السويس، واستاد كانه في البحر يعني حاجه جميله وحاجه عظيمه. استاد اسماعيليه من الاستادات الجميله جدا برضو اللي تم تجهيزها وتم اعدادها بشكل كويس جدا. بقى عندنا ملاعب وبنيه تحتيه، احنا كنا بنحتار في الملاعب لما الاهلي والزمالك بيلعبوا افريقيا هنلعب في برج العرب ولا في السلام، يعني كانت مشكله. دلوقتي العب اينما شئت، هيبقى عندك 6 ملاعب اكيد هيكونوا اضافه كبيره جدا للكره المصريه. اتمنى ان احنا نحافظ على الملاعب دي ونضيف ليها ملاعب اخرى علشان تبقى اضافه للكره المصريه بشكل عام. نحافظ عليهم ازاي بقى عشان نتفرج على الملاعب دي في البطولات المحليه؟ بص، اهم حاجه، اهم من انك انت يكون عندك ملعب وتجهزه وتخليه على احد مستوى، صيانه الملعب نفسه. اعتقد ان كل ملعب من ده ليه اداره او هيئه متتولى صيانته، زي مثلا عندنا القاهره هيئه استاد القاهره الدولي موجوده ولها رئيسها ولها قائدها ولها فريق عملها. اكيد كل ملعب له هيئه بتديره، الهيئه دي هي المسؤوله عن هذا الامر. المفروض الدوله الممثله في وزاره الشباب والرياضه يكون فيها منها اشراف كبير جدا على هذه النوعيه من الملاعب وعلى عمليه الصيانه حتى لا نخسر هذه الملايين التي دفعت حتى نجهز هذه الملاعب ونحافظ على هذه الصوره بهذا الشكل. يعني كمان منظومه التذاكر اللي اتعملت، هي اللي عملت لاول مره منظومه تذاكر الكترونيه في مصر. حاجه يعني بسم الله ما شاء الله، حاجه عظيمه، حاجه محترمه. البعض كان متخيل ان احنا مش هنعرف نتعامل معاها الكترونيا. شفنا استاد القاهره لا مكان للقدم في استاد القاهره، وكله داخل بتذاكر، تذكره واحده وكل واحد تذكرته عليه زي في اي مكان في العالم. بتخش اي مكان في العالم في الدوري الانجليزي مثلا او الدوري الاسباني، تذكرتك عليها اسمك، الرقم الاي دي الشخصي بتاعك، بحيث لو حد خرج عن النص او حد عمل حاجه انت راح تتفرج وتحترم النظام وتحترم بلدك وتحافظ على السلوكيات وتحافظ على القيم وتحافظ على الخيارات فوق راسنا من فوق. هتخرج على النص وهيكون في خارج حدود الادب، خارج حدود اللياقه، هتكسر، هتدمر، هترمي طوب، هتتجاب. ففي منظومه محترمه. النظام اللي حدث ده يعطينا نوع كبير جدا من التفاؤل، نوع كبير جدا من الامان، نوع كبير جدا من الرغبه في ان ده يطبق ان شاء الله في الدوري المصري. واعتقد ان هذا سيطبق، ويمكن هذا ما اعلن عنه فخامه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بوضوح بعد الافتتاح الرائع والجميل، ان هذا الحضور الجماهيري وهذا الجمهور الملتزم يعطينا امل في عوده الجمهور للمدرجات باذن الله. فدي منظومه طبعا متكامله وجميله. يعني ثقافه كمان الجمهور مهمه جدا، وشفنا لقطه اكثر من رائعه للجمهور المصري بعد انتهاء المباراه ما بين مصر وزيمبابوي وتنظيف اماكنهم في المدرجات. كانت لقطه رائعه جدا ما شفهاش غير في اليابان وفي كوريا وفي الكلام من ده، ان احنا نحاول نقلد الايجابيات شيء مهم قوي في الكره المصريه وللمشجعين بكل تاكيد، عشان نشوف بقى دوري مصري وكاس مصر والدنيا ترجع لطبيعتها بشكل كامل في الكره المصريه. ده هو الادب، هو القيمه، هي الجينات الموجوده اللي جوانا اللي احنا لازم
تخرج حضرتنا وتظهر بشكل قوي وشكل موجود مهما حصل من بعض الأتربة عليك. قص يعني المعدن المصري معدن نفيس، معدن كالذهب، حتى لو جاء عليه بعض الغبار أو التراب فإذا تم إزالته ظهر المعدن الحقيقي في أي مجال. يعني المهم يعني مدام وجد في نظام وفي قانون وفي احترام أعتقد هتشوف ده. شفنا ده في الثورة لما حصلت في بدايتها والناس كانوا بينظفوا في الشوارع بشكل جيد جدا والعالم كله اشاد بالمطرين. يمكن الحضارات دي بنشوفها عند الشعوب المتقدمة والشعوب المتحضرة زي ما حضرتك بتقول اليابانيين والكوريين وغيرهم من بعض البلدان. نحن لسنا اقل من هذه الشعوب في حضارتنا وفي امكانياتنا وفي اخلاقياتنا، في رغبتنا في ان احنا نقدم صورة مصرية محترمة للعالم كله. يعني فكان منظر الشباب المصري هو موجود وشباب بيتبنى مبادرة شخصية منهم بيعملوا حاجات دي، منظر حلو ومنظر جميل. وريت المنظر ده كان يبقى في كل شوارع مصر في كل اخلاقات المصريين. لازم يكون عندنا خلق ان احنا نبقى النظافه دي، والنظافه حس عليها ديننا الاسلام الحنيف، النظافه طبعًا من الايمان طبعًا. انت مؤمن يعني مش عايزين نشوف انك انت واحد ماشي بعربيه يرمي كيس، واحد يرمي منديل، واحد عندك تقدر تضيف شنطه بسيطه جدا في عبيدك تحطها تحمي الشارع بتاعك. كل دي حاجات مهمه جدا، شفنا ده في المدرج، يا رب ينعكس على الشارع ويا رب ده يكون سلوك مستمر مش ظاهره ويكون فيه ادب وانضباط واحترام، حاجه جميله جدا طبعا. زي ما حضرتك بتقول معدن الشعب المصري بيظهر في المواقف دي، بس الاهم انه لما يظهر يستمر على كده، الثقافه دي تستمر ان شاء الله على كده. وبمناسبه معدن الشعب المصري يا استاذ اوسي، النهارده كان في مباراه للمغرب وناميبيا وكان في استقبال اكثر من رائع من المشجعين والجماهير المصريه للمنتخب المغربي. بص حضرتك الصوره اللي معانا دي مثلا، ده أحد المشجعين المغاربة بيشكر أهل مصر على حسن الضيافة واللي كانوا متواجدين النهاردة في استاد السلام عشان يؤازروا المنتخب المغربي. المنتخب المغربي اللي هو مين؟ أقوى المنافسين على بطولة الأمم الأفريقية بجانب مصر والسنغال. يعني ما بصوش لمنافسة دلوقتي، هم بصوا إن هم يساندوا المنتخب المغربي وإزاي يرحبوا بالشعب المغربي. تعليقك على الصور الجميلة دي. طبعا ده حاجة مشرفة لنا كمصريين وحاجة تفخر بيها وحاجة مهمة جدا إن احنا نعملها. احنا كمصريين رقم واحد عندنا منتخب مصر، بنشجع منتخب مصر وباذن الله نفوز بالبطوله، مش نعمل نفوز بالبطوله، ان شاء الله هنفوز بالبطوله باذن الله. بطولتنا على ارضنا تبقى كاس قاعده عندنا باذن الله. الطبيعي جدا بعد مصر في المباريات كلها دلوقتي لغايه ما اي فريق قابل مصر في النهائي ان شاء الله، اكيد لما اي فريق عربي سواء تونس او الجزائر او المغرب او موريتانيا في مواجهه اي شقيق افريقي فنحن اكيد هنؤازر الاقرب بالنسبه لنا اللي هم اولاد المنطقه العربيه بالدرجه الاولى. طبعا مع احترامنا وتقديرنا للاشقاء الافريقي، بس انا لما اكون عربي وعندي فريق عربي بيلعب اكيد انتمائي هيكون للفريق ده واكيد ده هشجعه. الشعب المصري يشعر بهذا ويشعر بهذه القيمه ويشعر بهذا القرب العربي اللي بياكده دلوقتي ويقف وراء تونس والجزائر والمغرب وموريتانيا. حتى الاشقاء شعروا بهذا، ويمكن كل الصحافه التونسيه بتتكلم عن ده والصحافه الجزائريه بتتكلم عن ده. ده شيء مهم جدا وطبعا ده شيء محترم جدا، واتمنى مؤازره كبيره للفرق العربيه حتى تصل الى الادوار النهائيه. اتمنى ان المربع الذهبي لو الظروف تخدمنا يكونوا كلهم العرب موجودين، يعني اتمنى ذلك. يعني احنا حتى لما فريق افريقي بيبقى بيلعب في كاس العالم احنا بنشجع الفريق الافريقي ضد اي فريق في العالم وبننتمي وبنقعد الكاميرون، غانا، نيجيريا، السنغال، ما لم يكن بيلعب مصر فبنشجعه بمنتهى القوه وبمنتهى الحماس وبنتمنى له الفوز، لان انتمائنا المصري، انتمائنا العربي، انتمائنا الافريقي ده هو الانتماء، وده بيعبر عن احساس الشعب وعن حضارته وعن ثقافته وعن رؤيته للاحداث الموجوده في المنطقه. منتخب مصر بقى، كيف رأيت المباراة الأولى لمنتخب مصر أمام زيمبابوي سواء من حيث النتيجة ولا أداء، وتقييمك إيه لهذه المباراة؟ هو طبعا يعني احنا كلنا قبل الماتش كانت توقعاتنا ان احنا ان شاء الله هنكسب زيمبابوي كويس. لكن كرة القدم في النهاية لا تعترف إلا بالأداء على أرض الملعب، كرة القدم لا تعترف إلا بالجهد المبذول. كثيرا ما فرق يعني ما تكونش عندها توقعات وتحقق نتائج وتحقق مفاجآت، وده كان وارد يحصل معانا في المباراة. وقلنا يمكن كنت معاك في حلقة قبل كده قلت إن مجموعتنا مش سهلة على الإطلاق طبعا. مجموعتنا صعبة وفيها صعوبات كبيرة جدا، لأن أنت كبير وأنت أكبر حد في المجموعة فالكل سيقاتل أمامك، ليس لأنك مصر المصري الكبير صاحب الالقاب السبعه اللي انت واخدهم، بل لان كمان البطوله مقامه على ارضك، ده فريق بيلعبك على ارضك وانت الاقوى وانت الاسم الكبير موجود في افريقيا، انت من العظماء. فطبعا بيلعب بكل قوته وبكل حماسه وبكل جهده، وشفنا منتخب زيمبابوي ادى بده وهنواجه صعوبات كبيره جدا قدام الكونغو اللي خسرت 2-0 من اوغندا وقدام اوغندا نفسها. عشان كده المنتخب واجه صعوبات، ودايما مباراه الافتتاح بيبقى فيها نوع من
يعني دي اول بدايه اول طلعه يعني بيبقى فيها تخوف كتير جدا. ياما شفنا في بطولات كاس عالم فرق كبيره جدا منظمه وبتخسر المباراه. شفنا في 86 كنا واجهنا السنغال وكانت كل التوقعات تصب في مصلحه مصر وخسرنا بهدف في المباراه الافتتاحيه، لكن كسبنا الماتشين اللي بعد كده وتاهلنا وسرنا في خطواتنا حتى حصلنا على اللقب. انا شايف طبعا الاداء ما عجبش ناس كتير جدا، وانا شخصيا ما عجبنيش، كنت اتمنى ان المنتخب المصري يبقى افضل من كده بكتير ويسجل اكتر من كده بكتير، لكن هنلتمس العذر للاعبين انهم ما زالوا في البدايه. ليس مطلوبا الان ان نمسك بالسكاكين والسياط ونمزق في اجساد لاعبينا، بل بالعكس احنا بنحييهم وبنشجعهم وحصلنا على ثلاث نقاط مهمه جدا وثلاث نقاط قيمه جدا. مش عايزين نقعد نقيم في المدير الفني وتغييراته اداء، كان في بعض ملاحظاته وفي سلبيات كتيره جدا، ليس وقت مناقشتها الان. اعتقد ان احنا معانا مدير فني كوفو، معانا جهاز فني ومعاه مساعدين، اعتقد شافوا اللي حصل، واعتقد ان المباراه القادمه ستكون افضل. ومن عاده منتخب مصر ان دايما بيمشي خطوه خطوه ودايما بيتقدم من مباراه لمباراه ودايما دايما في المباراه التاليه بيظهر افضل من المباراه، خصوصا في هذه البطولات المجمعه، وشاهدنا ده تقريبا في معظم الماتشات اخرهم اخر بطوله اللي لعبها منتخب مشينا خطوه خطوه، ابتديت بتعادل امام مالي وبعد كده خدت خطوه خطوه وصلت النهائي فاعتقد ان احنا ان شاء الله الماتش القادم هنكون افضل واللي بعده هنكون افضل ونكمل مشوارنا. يعني الماتش المقبل هو ماتش التاهل مباشره، ان تكسب الكونغو الديمقراطيه باذن الله فده ماتش التاهل بالنسبه لك، وهيكون في المقابل ماتش الاقصاء بالنسبه للكونغو ما لم تحقق نتيجه وممكن تصعد التوالت الله اعلم. لكن بالنسبه لنا احنا ما يهمناش كل ده، احنا يهمنا ان احنا نكسب وناخد التلاته بونت ونتاهل. الكل في دور المجموعات ده بيركز على تجميع النقاط علشان يتاهل ويصعد، وبعد كده لكل حدث حديث ولكل مقام مقال ولكل مباراه ظروفها واحداثها ولاعيبتها وبتاع. عندنا يعني لعبتنا عندنا بعض النقصات في بعض الخطوط، عندنا بعض المشكلات اللي ظهرت، لكن في المقابل في ايجابيات، لكن في طبعا في ايجابيات كتيره جدا في المباراه الاخيره بالتحديد. لا يعني احنا عندنا الاداء الهجومي لما لعبنا اداء هجومي شايف في الشوط الاول ادينا بشكل كويس جدا وادينا بطريقه، وكنا ممكن نسجل جون واثنين وثلاثه، بس الاستعجال وعدم التركيز هو اللي اضاع مننا اكتر من فرصه. يعني شايف ان في تركيز كبير جدا على محمد صلاح، مع ان احنا نبدا المفروض نستغل الجهات الثانيه، يعني الفرقه او المنافسين كلهم بيرموا نفسهم على محمد صلاح. شفنا ازاي جون مصر جه من الناحيه الثانيه المعاكسه لمحمد صلاح لما تريزيجيه اتحرك مع ايمن اشرف اتحركوا، والناحيه الشمال كانت شبه معطله وقت طويل جدا، فلما اتحركنا منها سجلنا جون، وكنا ممكن نسجل منها جون واثنين، فده مهم جدا ان احنا نشتغل عليه. يعني الناس اكيد حاجات عرفناها، اكيد سلبيات عرفناها، اكيد ايجابياتنا برضو الناس عارفاها عارفينها، فان شاء الله نقدم شكل افضل وشكل اقيم في المباراه المقبله. يعني طيب ده فيما يخص المباراه السابقه والجانب الفني بالتحديد، لكن في نفس الوقت في بعض الامور اللي بتحصل في معسكر منتخب مصر، ولو ما اتكلمناش عليها او اغفلناها هيبقى احنا مش اعلام، احنا ما بقاش كده بنقدم اعلام، لا لازم نتناول كل الايجابيات وكل السلبيات. عايز اخد تعليق حضرتك على الازمه الخاصه بعمرو ورده وازاي يتم التعامل معاها في اطار ان احنا بننافس على اللقب وان احنا عايزين بطوله الامم الافريقيه. رايك في الازمه وتعليقك عليها والتعامل معها يكون ازاي؟ طبعا يعني الواحد طبعا ما كانش يتمنى ان ازمه بالشكل ده تحصل في هذا التوقيت. تمام. وكل لاعب في منتخب مصر يعرف جيدا ان يعني الاف العيون وملايين العيون التي ترصده، ولا يظن انه بمنأى او بعيد عن المشاهده من الجميع. دلوقتي في وسائل التواصل الاجتماعي يعني فاضحه لكل شيء طبعا. حتى انها يعني بتقفز خلف الحقائق، يعني فيا بالك لما يكون واقعه حصلت فبيبقى فيها حاجات كبيره جدا. عمرو ورده من العناصر المهمه جدا في المنتخب، كان في بعض الثواب اللي قبل كده والمفروض يكون اتعلم الدرس منها هو او اي لاعب في المنتخب، لازم يبقى فيه التزام كبير جدا في الظروف اللي زي كده. اعتقد الجهاز الفني يعني تعامل او بدا بالفعل التعامل مع الموضوع ده ومع المشكله دي، اعتقد ان هي مش ممكن تؤثر على المنتخب يعني ايا كان بالظبط يعني، لكن المفروض نتعامل معاها بهدوء شديد جدا، وده وارد جدا ممكن يحصل في اي مكان. التعامل بهدوء طبعا، التعامل بهدوء يعني اصل مش عايزه انفعاليه ومش عايزه قرارات مثلا ممكن تؤثر على الفريق في مرحله
صعبه. اعتقد ان الجهاز هيتعامل بشكل يعني اولا يكون في الردع الواضح جدا لورده والرساله اللي بتوجه لكل اللعيبه، الكل هيستفيد من هذا الامر دون ان يحدث ازمه في المنتخب تؤثر على الاداء الفني او على اللاعبين. والكل لابد ان يلتزم، الكل لازم يعلم ان فعلا ان اي حاجه انت بتعملها في توقيت ده طبعا امر مفروض وسلوكات يعني غير مقبوله على الاطلاق. نتمنى الالتزام من كل لعيبه مصر، واعتقد ان كلهم ملتزمين. يعني ممكن تبقى حادثه فرديه حصلت او وقع حصلت، الله اعلم اذا كانت يعني فعلا حقيقيه او لها جذور حقيقية. هي حقيقية. يعني لكن في النهايه علينا ان يكون منتخب مصر هو هدفنا الاساسي. بالزبط. وهدفنا الرئيسي حافظ عليه مع تقويم اللاعب، ده حاجه ما فيهاش كلام يعني. وياما اللعيبه حصل منها سلوكات قبل كده وخلصت وتم التعامل معها ومنتخب اكثر بشكل كويس جدا يعني مع تقويم اللاعب وليس ذبحه. لا طبعا، او استبعاده من المنتخب. مفيش حاجه، لان في بعض الاراء يقول لك لا خلاص بقى ده لازم يستبعد المنتخب بعد المشكله دي. انا شايف ان التقويم في المرحله دي يكون افضل. لان مفيش وقت انك تصغير طبعا عمره صغير، ويا ريت يتعلم من كل الدروس اللي بيمر منها، لان حصلت له مشكله قبل كده في اليونان. نتمنى ان في البرتغال لما كان هيروح ينتقل لاحدى في البرتغال حصلت يعني في البرتغال بالظبط. فيعني يا ريت يتعلم من الدروس دي يعني، ويتاكد ان لاعب الكره او النجم اللي وصل الى مكانه عاليه ده قدوه كبيره جدا يهمه، ان يحافظ على صورته وعلى شكله وعلى سلوكياته وعلى اخلاقياته لما يكون كل منتخب ملتزم ومنضبط. وناخد محمد صلاح نموذج طبعا نموذج واضح في الادب والاحترام جداً. وعندك تريزيجيه وعندك كل لعيبه الحقيقه يعني نماذج محترمه جدا، لانك انت لن تبلغ يعني خط النجوميه العالي الا اذا كان عندك كل التزامات. يعني حتى لو كنت لاعب كوره مميز جدا وفي جانب اخلاقي ناقص عندك وفي عندك مشكله في سلوكيات، اعتقد مش هتوصل لمرحله النجوميه وهتواجه مشاكل كبيره جدا. وشفنا لعيبه، بعض اللعيبه المصريين ذهبوا الى دوريات منها الدوري الانجليزي وعملوا ماتشات عاليه جدا وعملوا ردود فعل فنيه كبيره جدا، لكن عدم الالتزام منهم في بعض السلوكيات يعني اطحبيهم يعني. عندك عدد كبير جدا من اللاعبين على فكره اللي كانوا مميزين جدا كان ممكن يبقى ليهم مستقبل باهر. بالظبط، ولازم يعني تاخد الامثله دي امامك عشان تتعلم منها. يعني عندك ابراهيم سعيد، عندك عمرو زكي، عندك عدد من اللاعبين. انا يعني ما كنتش عايز اذكر اسماء بس الاسمين دول تحديدا. لا انا قصدي ان هم ناس مهاريين يعني ولاعيبه كبار جدا. انا بقول لك الاسمين دول تحديدا كان ممكن يبقى ليهم يعني تواجد كبير جدا في الدوريات الاوروبيه. بالزبط يعني بالزبط. انت بتتكلم على مثلا عمرو زكي كانت انطلاقته في الدوري الانجليزي اقوى مليون مره من انطلاقه محمد صلاح. يعني كانت حاجه قيمه جدا يعني اكيد يعني هم اتعلموا واستفادوا، المفروض ان النجوم اللي وراهم يتعلموا ويستفيدوا. ومع ذلك كتبوا تاريخ لمصر. طبعا كتبوا تاريخ يعني، ودينا ناس بنكن لهم كل الاحترام والتقدير طبعا، لكن احنا بنضرب امثله في هذا الاتجاه علشان نقول ان احنا يعني لما نقع في خطا لا يجب علينا ان نكرر نفس الخطا اكثر من مره يعني. ده يبقى شيء مش جميل ليك كشخص. صح. يعني صح. فانا اتمنى للمنتخب التوفيق ونتمنى لعمرو ورده الانضباط والتوفيق ان شاء الله في المرحله باذن الله. باذن الله. طيب اللي جاي بقى مباراه الكونغو، مطلوب ايه من لعيبه منتخب مصر والجهاز الفني، وخصوصا ان هي زي ما اتكلمنا مباراه مصيريه وحاسمه في التاهل ان شاء الله باذن الله لمنتخب مصر. لا طبعا مطلوب من الجهاز الفني، اكيد الجهاز الفني، الجهاز الفني في الاساس بالبدايه طبعا باختيار المجموعه المناسبه للمباراه اللي تلعب بشكل جيد وشكل طيب وشكل مميز. يكون عندنا فعاليه هجوميه اكتر من كده، ان احنا اضعنا فرص كتير جدا. فعاليه هجوميه، فعاليه هجوميه مهمه جدا في العضوة. طبعا اعتقد ان محمد صلاح مؤكد انه سيكون افضل كثيرا مما ظهر في المباراه الاولى، لان يعني كانت تشعر في بعض الوقت ان عليه بيعاني من بعض الاجهاد، بعض التعب، بعض الارهاق. يعني اكيد الوجود لعيبه مع بعضهم في المعسكر ده هيكون دعم كبير جدا وهيكون حاجه مميزه للاثنين. الجهاز الفني عليه ان يختار التشكيله الافضل، يختار المجموعه الافضل، تغييراته برضو تكون افضل مما كان عليه تغييرات في المباراه الاخيره. التعاون بين المهاجمين، عندنا افتقاد كبير جدا في وسط الملعب، القائد اللي بيقود في وسط الملعب الحقيقه يعني عبد الله السعيد مقدم موسم عالي جدا السنه دي في الدوري، موسم مميز وقوي وبيلعب بروح قتاليه، لم ارى هذا موجودا في المنتخب. يعني المنتخب مفتقد للقائد اللي احنا كنا بنطمع ان عبد الله السعيد يلعب هذا الدور مع المنتخب ويؤديه بشكل قوي وشكل مميز. اعتقد ان ده بينقصنا بشكل كبير جدا. اللاعب القائد اللي يقود ويوزع، يعني احنا ما نعتمدش على محمد صلاح، بيكون عندك اكتر من لاعب يعمل لك نوع من التنوع الهجومي. لازم كمان الناحيه الشمال تتحرك بشكل افضل من كده، يعني لازم تريزيجيه تكون عنده ادوار اكبر واعلى افضل كتير من اللي كانت عليها في المباراه ويتحرك بشكل افضل، لانه لاعب قدراته انا من وجهه نظري لا تقل عن قدراته
بالذات محمد صلاح يعني، ولاعب يقدر يصنع لك الفرق بشكل كبير جدا بشكل مميز، وان شاء الله يعني ينال حقه الحقيقي الذي يستحقه في الدوريات الاوروبيه باذن الله. اللعيبه مطلوب منها تركيز شديد جدا، مطلوب منها استغلال الفرص اللي تجيها بشكل كبير جدا. المدافعين مطلوب منهم يقظه كبيره جدا، لان حصلت بعض الاخطاء، ولكن نظرا للقله القوه الهجوميه لمنتخب الزيمبابوي فربنا سترها معانا يعني. لكن اعتقد لو كان في منتخب قوي بيواجهك كان ممكن عمل لك احراج، وكان ممكن لا قدر الله يسجل فيك فيعمل لك احراج ويزيد من الضغوط عليك. اتمنى ان ده يصعب. عندنا مشاكل في الدفاع، عندنا مشاكل في الهجوم، عندنا مشاكل في الوسط، كل ده ان شاء الله اكيد الجهاز الفني هيسعى الى علاجه. والمدير الفني اعلن ده، قال ان احنا خرجنا عديد من السلبيات وان شاء الله سنحاول ان نعالجها ونتلافاها في المباراه القادمه. ولا ننسى اننا نواجه منتخب مجروح ومهزوم ويسعى، ويمكن حتى لعيبه الكونغو يعني من احساسهم بالهزيمه قدام جماهيرهم وقدام بلدهم طلعوا فيديو كلهم وقفوا فيه واعتذروا للشعب الكونغولي عن الخساره امام اوغندا. اعتقد ان هم هتبقى عندهم روح قتاليه عاليه يا جماعه. لا نستهين باي شكل من الاشكال، يمكن يعني يكون قد واجهناه وكسبناه بصعوبه هنا وكسبناه على ارضها قبل كده، ومن السهل جدا نكسبها لان الفرق بيننا وبينهم فنيا كبير جدا، على ان المباراه على ارضك وسط جمهورك. لكن ستواجه فريقا مقاتلا يسعى الى تحقيق شيء في البطوله، لان الخساره بالنسبه له معناها الخروج نهائيا من دوري المجموعات مبكرا، فالمباراه تبقى صعبه. لعيبتنا برضو ياخدوا الامور بهذا الشكل الجاد علشان يسعدوا الملايين اللي منتظرينهم ان شاء الله في كل انحاء مصر. ممكن يكون في من وجهه نظرك تعديلات في التشكيل او في طريقه اللعب بالنسبه لمنتخب مصر خلال المباراه اللي جايه ان شاء الله امام الكونغو؟ يعني من متابعتنا لأجر في الفترات اللي مسك فيها منتخب مصر لا اتوقع تغييرا في التشكيل، هيبقى هو اعتقد هو ده نفس التشكيل اللي هيبدا بيه، بس ممكن يبقى بعد كده تبقى التغييرات هي المختلفه يعني. مع ان انا شايف ان الدكه يعني ما فيهاش تقل كتير جدا يعني الدكه بتاعت منتخب مصر ليست ثقيله يعني، ما عندكش لعيبه بره كتير تعول عليهم ينزلوا يعملوا الفرق، الا انك لو جبت لعيبه من الاساسيين وحطيتهم بره عشان تستغلهم، وده طبعا مش مظبوط. فالمجموعه اللي بتنزل اساسي هي المجموعه الافضل اللي مجموع من اللي اختارهم الجهاز الفني. اعتقد ان هو هيبدا بيهم مع تصليح بعض المهام، مع تغيير بعض الادوار، مع تغيير بعض المراكز، كل ده ممكن يحصل مع ان عبد الله السعيد يكون له دور اقوى واهم كتير جدا من اللي احنا شفناه بيه، ويكون قائد بالفعل حقيقي ويقدر يحرك المنتخب ويقدر يلعب ويقدر يوزع ويقدر يهاجم، ان مروان محسن يكون اكثر دقه في تصويته على المروه، ان تريزيجيه ما يركزش على الجماليات في الاهداف، لان تريزيجيه يعني بتجيله فرص كتير جدا، لكن هو كعادته ان هو دايما بيركز على الشكل الجمالي في الاهداف. يعني حتى الهدف بتاعه هدف ممتع، لكن هو مصر ان هو يجيبه بالشكل ده، بقى له فتره عايز يجيبه كده، عايز يجيبه كده مش بالمنظر ده وبيعمله بالشكل ده يعني. لكن ممكن يجيب اهداف كتير جدا بس مش بالشكل الجميل والحلو ده يعني. نتمنى انه يتخلص، ممكن حتى الكثير من المحللين والكثير من المتابعين نصحوا بالتخلي عن الشكل الجمالي في احراز الهدف، بحيث انك انت اذا اتيحت لك فرصه انك تزق الكره تدخل الشباك خلاص افعلها يعني بالظبط. وحتى هذا ما يفعله صلاح يعني، لكن ان شاء الله صلاح يكون اكثر فعاليه، تريزيجيه يكون اكثر فعاليه، يكون ادائنا بشكل قوي بشكل مميز باذن الله، نقدر نحقق نتيجه ترضي كل عشاق الكره في مصر. متفائل ان مصر هتاخد اللقب ان شاء الله؟ انا لازم اتفائل ان مصر تاخد اللقب يعني، مهم جدا. انا مصر دايما دايما مصر مرشحه للقب دايما، اي بلد بتشارك فيها مصر دايما يعني، لحد ما حد يقول لك السنغال والمغرب والكاميرون لازم مصر، لازم مصر دول مرشحين، ومصر بتبقى مرشح رقم واحد معاك. كانت عندك فرق تقيله جدا زي فرقه السنغال، فرقه تقيله جدا، وممكن هي بتلعب ماتش الان بتلعب عندك فرقه المغرب فرقه كويسه جدا وكسبت الماتش بتاعها، عندك لسه هتشوف كاميرون وغانا وهتشوف فرق كتيره جدا. ان شاء الله مصر هتفوز بالبطوله، ومتفائل باذن الله ان مصر تفوز بالبطوله في كل حال. ان شاء الله كلنا متفائلين بمنتخبنا الوطني المصري، وان شاء الله يذهب بعيدا، مش بس يذهب بعيدا في البطوله لا يجيب لنا اللقب كمان، وده الهدف الاساسي والاسمى لكل الشعب المصري مستنيه بفارغ الصبر. استاذ محمد القوسي انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، نورتنا وشرفتنا. ربنا يخليك يا امير، ودايما نلتقي على خير وان شاء الله نلتقي على انتصار مصري جديد باذن الله في كره القدم في كل المجالات ان شاء الله باذن الله. بشكرك شكرا جزيلا. ده كان لقائنا مع الناقد الرياضي الكبير استاذ محمد القوسي، اتكلمنا في امور كتير جدا بتخص وتهم الجمهور المصري والمنتخب المصري كمان. كل الدعوات بكل التوفيق لمنتخب مصر في مبارياته القادمه ان شاء الله، سواء في المجموعه او في الادوار المقبله، وان شاء الله دعواتنا كلنا بفوز المنتخب ببطوله الامم الافريقيه. دي كانت حلقتنا من كلام في الميديا النهارده، استنونا حلقه جديده بكره ان شاء الله. الى اللقاء.